الاثنين وصباح الخير لكل المشاهدين اللي عم يتفقوا معنا بصبحية جديدة. صباح الاثنين بطلع عليكم مثل كل يوم موضوعات جديدة وايضا ضيوف وفقرات ثابتة ببرنامجنا مترافق فيها نحن وياكم لمدة ساعتين ونص من الوقت بين زيارة عذراء فاطمة المباركة وبين وصولنا على مقربة شهر رمضان المبارك، على أمل هالشيء ينعكس على وطننا سلام وينعكس على قلب كل شخص حب وطمأنينة. صباح لبنان بصبحية جديدة مثل العادة غنية بموضوعاتها. مشاهدينا صباح الخير لكم ولزميلتي رنا، شو أخبارك؟ صباح الخير شادي، الحمد لله. يعني بداية أسبوع طبعا، ومثل دايما البدايات بتحمل معها كل تفاؤل وكل خير، فنحن بدورنا مشاهدينا بدنا نتمنى لكم تكونوا عم تبلشوا نهاركم وأسبوعكم بطريقة إيجابية وبطريقة حلوة، تكونوا هيك خلصتوا من الهموم والسلبيات يلي كانت مع الأسبوع الماضي، ودائما نفكر بالأشياء الحلوة مع البداية الجديدة. دائما البدايات هيك بتحمل أمل بشيء جديد رح يحصل، على أمل يكون خير على كل شخص منكم مشاهدينا. مثل ما وعدناكم وعم نوفي بالوعد، كل يوم عم نسلط الضوء على إشارتين لسلامتنا ولا سلامتكم، لحتى نحن وعلى طرقات نكون عن جد عم ننتبه وناخذ الحيطة والحذر. أول إشارة رح نحكي عنها هي إشارة يلي منشوف فيها هيك سيلوات لأولاد صغار يلي هي أولاد أو مدرسة، يعني بهالمكان في مدرسة أو في إمكانية أن يكون في أولاد عم بمروا. على كل حال هيدي ثقافة هون عنا يمكن بعد شوي غريبة، لفتني شغلة مؤخرا بالصين الأولاد وقت يكونوا عم يمرقوا الطريق أو حتى بيكون في شخص عم بمرقهم، وحتى بكندا بيطلبوا منهم يرفعوا إيديهم، بما أنه الولد قصير فبس يرفع إيديه بصير طوله مدوبل هيك سيارة، إذا ما كانت إشعته أكيد بتلاحظ أنه في ولد عم بمر، على أمل أنه هالثقافة تنتقل لكل واحد منا لحتى نكون بأمان على الطرقات. على كل اليوم أنا وجاي على الطريق، بتعرف يعني أنت بس تكون الإشارة عندك ضوايا أخضر، يعني اللي بده يقطع الطريق من المشاة ممنوع يقطع، لأنه لازم تكون إشارتك حمراء لهو يقطع. الشرطة حرام واقف وعم بعيط لهم يا شباب ما حدا يمرق، يا شباب ما حدا يمرق، وهن عم يجربوا عن جد يأمنوا طريق لحتى يركضوا بين السيارات ويقطعوا هالطريق. كلها دقيقة نطرة، ومثل ما نحن بالسيارة فينا ننطر، كمان إذا نحن ماشيين على الطريق فينا ننطر ولازم ننطر لحتى نكون نحن بخير، ويلي عم بي ماشي بسيارته كمان يكون بخير، ما نسبب له أي مشكل. فالإشارات منا فقط معمولة للي بيكونوا عم بيسوقوا سياراتهم، إنما أيضا يلي ماشيين على الطريق. صحيح. ولكن الإشارة يلي رح نحكي عنها هلأ هي معمولة طبعا للأشخاص يلي بيكونوا سيئين سياراتهم، وهي منطقة سير على خطين حتى يكون الشخص عارف إنه هيدا الطريق مش إله لوحده، رح يكون في سيارة معقول تكون في سيارة بالمقابل جاية، والطريق على خطين مش على خط واحد أو one way مثل ما نحن عم نعرف. على كل حال في one way واحدة لحتى تكونوا عم بتسوقوا بأمان، هي أنكم تتابعوا صباح لبنان كل يوم مشاهدينا من 9 ولل 11 ونص. فقرات عديدة بانتظاركم لليوم، أولا فقرة فتنس مع نهي بسيل، نرجع نترفق من بعدها مع فقرة تكنولوجي اللي هي فقرة ثابتة ببرنامجنا مثل كل نهار تنين مع جوزيف إبراهيم، وبفقرة أجندة رح نستقبل فيها الأب شربل خشان وهو من اللجنة الأسقفية لرعاية الخدمات، يلي رح نحكي أكثر نحن وياه عن اللجنة وعن العديد من النشاطات اللي عم بيعملوها. ومنتابع بفقرة أخرى فقرة سوشيال إيفنت مع المهندس جوزيف جعجع وهو رئيس اللجنة السياحية لمنطقة بشري، لحتى نحكي أكثر معه عن مهرجان الأرز. من بعدها رح نروح لفقرة زيست وشف نادين يلي محضرتنا لليوم سلاد، ومثل العادة أكيد فيها شيء غريب ولكن طعمتها كتير طيبة. أما بفقرة دارني راف عمر قباني بينضم لإلي لحتى نحكي أكثر عن الجرافيتي والبينتينج اللي انعملت لشحرورة الصبوحة، وهو عضو بفرقة أشكمان للراب وللجرافيتي. من بعدها رح نروح لفقرة مود يلي رح تكون فيها سارة كيروز يلي رح تستقبل من خلالها جان شارل زكريا المصمم حتى يحكوا أكثر عن آخر خطوط الموضة طبعا يلي عم نشهدها حاليا. أما حلقتنا ما بتنطلق إلا ما تكون رياضية بامتياز مثل كل يوم، البداية مع فقرة فتنس اليوم مع ناهي باسيل.
من الفقرة الرياضية أكيد رح نكمل نحن وياكم مشاهدينا ببرنامجنا، ومثل دايما كل نهار تنين فقرة تكنولوجيا جاهزة. صباح الخير جوزيف. بونجور أنا، وبونجور كمان لكل المشاهدين اللي عم يحضرونا، وإن شاء الله يكون ويكاند كان حلو، يعني كان طقس حلو، كان بتعرف ويكاند صيفية بلشنا هيك. وعرفت إنه اليوم الفقرة هيك من أجواء الصيفية ومن أجواء البحر. إيه أكيد بتعرف هلا كتير عالم، أهم شيء هلا البحر، وعم نروح على البحر وعم ننبسط، بس في كتير أوقات بنتعرض لمشاكل بالبحر وخاصة بالبرونزاج، لأنه أوقات بننام بالشمس وبننسى حالنا أو بنخفى أو ما من لاحظ، وبنرجع بنروح على البيت بنلاحظ انه احترقنا او ما بعرف صار في مشكله، بنبلش نبكي. فهيدول المشاكل اكيد يعني التكنولوجي بتبلش تلاقي لهم حلول، ونحن كوننا نحن دائما معلقين بالتليفون وما فينا نظهر من البيت بدون تليفون، فينا نستعمل هذا الشيء كرمال كمان نستفيد من هالناحيه. في ابلكيشن رح نحكي عنها اليوم اسمها جو تانينج. اوكي اوكي جو تان، قال بسطني وقال لي انه بنعمل برونزاج نحن قاعدين بالبيت. ايه بالتليفون مالو علينا. لا هلا رح نروح على الشاشه تنحكي عن جو تانينج. اوكي جو تانينج فينا بننزلها من البلاي ستور بدون ما ندفع شيء، هي فور فري. أوكي. مثل ما شفنا هون اجواء بحر وشمس، سؤال ما نفوت عليها للابلكيشن بدها تحط لنا الاوبشنز الموجودين فيها. مثل ما عم نشوف هون عندنا تان تايمر، عندنا سكين بروفايل، تان لوج، يو في اندكس، وحتى تحت السوشيال وابر. هلا نحن رح نركز على اول ثلاثه. التان تايمر اللي مثل ما اسمه بيوحي بتعير لنا قد ايه وقت نحن عم نتشمس. السكين بروفايل نحن بنفوت معلومات هلا رح نشوفهم كلهم، والتان لوج بتخلي لنا مثل هيستوري تبعنا نحن كيف عم نتشمس وامتى تشمسنا اخر مره. أوكي. كل هذا رح نروح على التان تايمر. بالتان تايمر مثل ما عم نشوف في مقسم على ثلاث فقرات هون، فليب مود، انترفال مود، وفرونت باك مود. نحن بننقي المود اللي بدنا اياها، يعني الفليب مود وقتها نحن نبرم، الانترفال مود مثلا بدنا ربع ساعة من قدام ربع ساعة من ورا بنحط، وفرونت باك كمان قد ايه عم نقعد كم مرة من قدام كم مرة من ورا. سو هول الثلاثة مود نحن بننقي اللي بدنا اياها، وبحطوا لنا التايم اللي هو الوقت اللي نحن بدنا نقعد فيه بالشمس. يعني رح نستعمل اول شيء الفليب مود، مثلا بنحط انه بدنا نبرم ثلاث مرات بوقت تقريبا رح حط 45 minutes. أوكي. كل الوقت هون بالدقائق، وبنحط جو. وانس بنحط جو بنشوف في عنا تايمر وفي عنا قد ايه الوقت نحن نبرم مرتين، يعني بتقسم لنا هذا الوقت على ثلاث مرات. هلا الحلو انه نحن فينا ننام لانه بتزمر بس يصير وقت انه نبرم، ونحن بنحط اوكي انه برمنا. أوكي. يعني بتضل تزمر لنحن اكشلي نقوم ونبرم، لانه فينا نعير على التليفون وقت معين. مزبوط. بس هي الفكره انه بننسى، بننسى يعني او يمكن ما بنفوت نحط الارم. مزبوط. هون عم نفوت اكثر انه نحن فتنا بموت سمر وبموت انه عن جد نحط ونفوت ونجو تانينج. سو بنحط هون بلاي، وفينا كمان اذا نحن بلش الوقت وحسينا انه مثلا رحنا على تواليت او وقفنا ما بعرف صار شيء بنحط بوز، واذا خلصنا ان جنرال بنحط ستوب. بحطوا لنا هون قد ايه نحن قعدنا بالشمس، قد ايه كانت التمبريتشر. فينا نحن نغير بهول الاشياء كرمال لما نرجع نفوت على الهيستوري تنعرف امتى اخر مره عملنا تان، ليه اخذنا لون، ليه ما اخذنا لون، بيكون عندنا كل الديتيلز هون. يعني عندنا الوذر في يكون مش صني، يكون مثلا اوفركاست ستورمي. فينا نقعد بالبرونزاج بالشتاء مش غلط. والتمبريتشر كمان فينا نحطها كل ما كانت اسقع كل ما اشوب. المود تبعنا نحن اذا نحن حسينا في بروجرس، وفينا كمان يعني هون بالبروجرس فينا نحط انه نحن وان شيد داركر او حسينا انه شوي احترقنا. وبنرجع كمان الكومنتس فينا نكتب نحن اذا عندنا كومنت معين، مثلا استعملنا السلف تانينج لوشن اللي هو بيشمس بدون ما نقعد بالشمس اكسترا، بنحط سيف. هلا وانس حطينا سيف بيعمل هو سيف بالتان لوج اللي هي برا، بس نفوت عليها بحط لنا بجون 2015 امتى اخر مره تشمسنا، كم مرة عملنا فليب، قد ايه وقت، مثلا هون عملنا تو فليبس ب 60 دقيقة اكسترا. يعني بحطوا لنا هون كل الديتيلز اللي عندنا هن. وبالسكن بروفايل كمان بنفوت بنحط اسمنا، بنحط قد ايه نحن حاسين انه بشرتنا هي اوريدي لون بايدة. يعني هون عندنا كذا شيد، كذا لاير من مثل ما عم نشوف عم تغمق عم تفتح. اوكي بنحط نحن كيف حاسين بشرتنا ووين باي منطقة. هلا فينا ما نحط هالقد ديتيلز اذا ما بدنا نفوت عليهم، وفينا كمان نستعملهم هيك بس كرمال نعمل مثل بروفايل لنا. اوكي اوكي سو هيدي كانت جو تانينج.
هلا رح نحكي عن نوع تاني من الابلكيشنز اللي هي يمكن بتفيدنا اكثر، مش بس بالصيفيه ان جنرال. يعني نحن هيدي الجو تانينج صيفيه بامتياز، و يعني برونزاج 100% برونزاج. رح نحكي عن هابت بول اللي هو اللوجو تبع التور، مثل ما بول بيقول اسمه، اللي هي بتخلينا نحن نرجلج بروجرام بحياتنا، ان كان شيء نحن بدنا نعمله، ان كان بالشغل، ان كان دايت، ان كان جيم، اللي نحن بدنا اياه. هلا اول ما نفوت عليها في عندنا هون اد، هي اد اللي بتخلينا نزيد اكتيفيتي. يعني نحن بس نعمل اد بحطوا لنا الاشياء الموست بوبولر، العالم اكثر شيء بتستعملها، اللي هن عندنا دايت، عندنا ستدي، عندنا فتنس، عندنا كمان تايم مانجمنت، ريدنج، حيلا شيء نحن اكتيفيتي بنعملها او هابت بنعملها. رح نحط ريدنج انه نحن بدنا نقرا. بحطوا لنا ثلاثه كاتيجوريز اذا نحن بدنا تنعرف حالنا اذا تقدمنا او لا، نجاوب على يس اور نو كويستشنز كل يوم، ولا نحن بدنا نحط رقم يعني من 1 ل 10 مثلا قد ايه نحن حاسين عاملين بروجرس، او حتى نكون كونكتد كل الوقت على الانترنت بجوجل فيت. هلا نحن رح ننقي سمبل يس اور نو اللي هو اهين واحد واسهل شيء يمكن. هابت نيم اللي هي ريدنج رح نحط، رح نرجع نكتبها ريدنج. اوكي، هابت ديسكريبشن فينا نحن نحط شو بدنا بهيدي الهابت او فينا ما نحطها كمان. اوكي، وننقي اللون اللي بدنا اياه وننزل لتحت بنحط نكست. أوكي. هلا بحطوا لنا نحن كل قد ايه بدنا اياها، فينا افري داي، فينا نحن ننقي اي ايام، فينا نحن ننقي كم يوم بفتره معينه، وفينا نحط انه متكرره. راح نحطها افري داي. كرييت، مثل ما عم نشوف هون زادت ريدنج، كان عندنا دايتنج، كان عندنا جيم، زادت الريدنج عليها. هلا ليتس سي نحن قرينا اليوم وبدنا نفوت نحط البروجرس تبعنا، بنكبس على ال 15 اللي هو الرقم هون، بحطوا لنا سكسس، او اذا كبسنا مره ثانيه بحطوا لنا انه نوت سكسس. اوكي، حسب نحن شو حسينا حالنا اذا تقدمنا او لا. مثلا كنت حاطط قبل الدايتنج وحاطط الجيم، كمان مثلا رح نفوت هون بس نكبس على التور الصوره اللي فوق، بحطوا لنا اول هابتس اللي عندنا، هن عندنا الدايتنج، عندنا الجيم، وهلا صار عندنا الريدنج كمان. بحطوا لنا البروجرس تبع كل واحد حسب كم يوم، حسب قد ايه نحن سكسسفل ومش سكسسفل. مثلا رح نفوت على الدايتنج، نعمل اكزامبل، حاطين انه ب 13 كان مش سكسسفل، ب 14 كان سكسسفل. نحن من 3 ايام ديجا عندنا، يعني عندنا نهار واحد نحن بنحدد، نحن بنحدد اكيد. يعني هون حاطين لك الجول ايت نوت مور ذان 1000 كالوريز افري داي، سو نحن اذا حسينا حالنا اكلنا اكثر من 1000 كالوريز بنحط نوت سكسسفل، واذا حسينا حالنا ماشي حالنا بنحط بلس. هلا اكيد الكالوريز يعني نحن بدنا نكون كمان عم نتابع حالنا بالكالوريز، بقد ايه عم ناكل، شو عم ناكل. كمان نفس الشيء للجيم اللي هي حاطين لنا 75% من اصل الايام، حاطين نحن بس بدنا ماندي وينسداي فرايداي، مشان هيك بس مدوين هول الايام، الايام الباقيه ما حاسبين لنا هن. حاطين لنا وين ماندي وينسداي اند فرايداي، وفينا نحط ريمايندر، يعني نحن كل ماندي كل وينسداي كل فرايداي يدق مثلا الالارم على الساعه 4. اوكي، حتى هون حاطين نحن الايام اللي بدنا هن، مثل ما عم نشوف ما مدوين تيوزداي ثيرزداي، ما ضروري يعني يدق فيهم الالارم. سو هيدي كمان ابلكيشن كثير مهمه، فينا نعمل تايم مانجمنت، فينا بالشغل نستعملها، فينا بحيلا شيء عندنا نعمل هابت معينه ونتابع نحن تقدمنا فيها. سو يعني كمان الواحد بيقدر ينتبه على حاله، هو يرجلج اذا هو ماشي مزبوط، اذا عم بيعمل الاشياء اللي بده اياها. يعني نحن بس نكون حاطين، دائما بقول بس يكون عندنا ابلكيشن نفوت عليها الداتا، نفوت عليها البروجرس تبعنا، نتحمس اكثر نشتغل، خاصه بنصير نشوف شو عم تمشي معنا. يعني هي، مش بس نحن عم ناخذ منها، عم بيكون في انتر اكشن بيننا وبين بالقصص اللي عم تصير. مثلا عم تطلع هيك مثلا مدوين خضر، او في عن جد تعملي شير على فيسبوك، تعملي شير على تويتر، تخلي العالم يعرفوا قد ايه انت عم تتقدم او عم تتحسن بشيء معين. سو هذا الشيء كمان بيساعد كثير، وبتشوف التشارتس هيك عم بيعلوا انه هول التقدم البروجرس، خاصه هلا يعني صايرين بوقت انه ما في كثير نظام بحياتنا، يعني كل نهار في شيء، ودائما بدك تلاقي وقت ل مثلا قصص اضافيه، خاصه الاشياء الهوبيز. يعني نحن بطلنا كثير عم نعمل هوبيز لانه عم نكون تعبانين، عم ما في وقت، ما بدنا نظهر، خلينا نعمل لهم هيك شويه وقت وبنقدر ساعتها نهتم. بتعرفي رنا كنت عم فكر امبارح وقتها كنا على البحر انه في اشياء اوقات ما بننتبه لها، وخاصه بالالكترونكس، الالكترونكس والبحر ما كثير بيتفقوا مع بعض. وبتعرفي اوقات بنروح على البحر بنترك تليفوننا على الطاوله او بننزل على المي بنتركه فوق، دائما نغطي التليفون او الام بي 3 بلاير او حتى التابلت اذا بناخذ تابلت معنا على البحر، نغطيها بشقفه ما تكون مي. هو الافضل ما نغطيه، لانه حتى اذا غطيناه بالمنشفه بضل ياخذ حراره. خلينا نضبه بالشنطه. مزبوط.
وكمان ننتبه انه ما دغري بس نطلع من المي، لو نشفنا ما دغري نحط الايرفونز او نحكي على التليفون، لانه دينتنا تكون بعد فيها مي بتفوت مي. وننتبه على البطاريه، كتير مهم البطارية، مش تضل نتصور كل الوقت لأنه يمكن أوقات نعوز بالراجع نتصل بحدا، أو ناخد أكسترا باتري معنا لأنه أكيد ما في شارجر هونيك. وكمان اللي معه واتر بروف تليفون، واتر بروف أو كاميرا واتر بروف، ننتبه لأنه مش واتر بروف يعني فينا ننزل فيها كتير تحت الماي، إجمالا بيكون معنا بس متر تحت الماي ولمدة معينة، سو مش نحمل التليفون واتر بروف وننزل نختص لأنه يمكن ما بيتحمل الضغط. سو هولي كلنا ننتبه لهم هول الديتيلز، لأنه كم مرة بيوصل لك أليرت إنه حركة التليفون كثير صارت عالية؟ مزبوط وقت أوقات بتضويه هيك بيقوليك مثلا ما فيها تفتح الابليكيشن أو انطلع التليفون كله بالمرة، يعني يعني هيدا كمان شيء بضر التليفون، ما بحطه بالمي ليبورد فينا إذا واتر بروف، بس كمان يعني ننتبه على قصة المي، لأنه قد ما كان واتر بروف بضل فيه مثلا يمكن فخة صغير أو دربة صغيرة بتفوت. سو ننتبه على كل هول التفاصيل لأنه بلوة يعني أكيد أهم. حتى مثلا إذا أخدين الآيباد للأولاد معنا يعني كمان يكون ما يطلع من الماء يركضوا بدون أكيد الماء والكهرباء ما كتير بيتصلوا مع بعض، ننتبه على الموضوع. وعلى كل فينا نخفف شوي من الإلكترونيكس على البحر لأنه حرارة ظهرنا مزبوط، لحتى نعمل شيء أكتيفيتي أو الدور ما نكون كتير نطفل 3G نظهر نغير شوي جو. مرسي لك جوزيف على كل هالتفاصيل، أكيد رح نرجع يكون لنا هيك مواعيد سيفة بتفاصيل تانية. مرسي لك. بعد الفاصل اعلان مشاهدينا رح نروح نحن وياكم لفقره سوشيال ايفنت يلي رح يستقبل فيها زميلي شادي استاذ جوزيف جعجع، وهو رئيس اللجنه السياحيه لمنطقه بشري، طبعا ليحكوا اكثر بتفاصيل التحضيرات بالفتره الاخيره يلي عم بيقوموا فيها بالمنطقه، ولكن طبعا مثل ما قلنا بعد الفاصل اعلاني. نرجع لحتى نتابع صباح لبنان، برحب بكل الاشخاص يلي هلا انضموا لصبحيتنا. مشاهدينا وين ما كنتوا وشو ما كنتوا عم تعملوا، نهار موفق، نهار إيجابي، نهار بجنن، بتمنى أنه تكونوا عم تمضوا، وخاصة إذا كنتوا عم تترافقوا معنا بها الصبحية من هلأ أو لال 11:30. ما تنسوا صباح لبنان على تويتر لحتى نتواصل سوا، وأيضا لايك على صفحتنا على فيسبوك صباح لبنان لحتى دايما نكون عم نطرح مواضيع بتهمنا وبتهمكن. كيف إذا كان هالموضوع بيحكي عن مهرجان، كيف إذا كان هالمهرجان بمنطقة هي منطقة عزيزة وغالي بالشمال اللبناني، وخاصة أنه هالمهرجان يلي أعيد أحيائه ورجعت الحياة له من بعد العام 1963، اليوم بال 2015 كلنا رح نرجع نتوجه لمنطقة الأرز، لمنطقة لبنان لحتى نحتفل بمهرجانات الأرز. هذا موضوع لقائنا وحوارنا بأول فقرة. عودة مهرجانات الأرز بعد غياب دام 50 سنة، وهي تأسست بالعام 1963. مهرجانات الأرز الدولية بالعام 2015 من الأول من آب ولغاية 8 منه تحت عنوان لغة أروح. لحتى نحكي تفاصيل أكثر عن هالموضوع بصيرنا استضيف معي بالستوديو رئيس المجلس السياحي لقضاء بشري المهندس جوزيف جعجع. صباح الخير. صباح لبنان. شو أخبارك؟ صباح لبنان. ماشي الحال. أهلا وسهلا فيك معنا بصبحيتنا. سيد جوزيف حضرتك معنا لحتى نحكي أكثر عن عودة مهرجانات الأرز بعد هالغياب القصري لظروف يلي كانت يعني فارضة حالة على البلد في فترتها على البلد. هالمهرجان برعاية وزير السياحة الأستاذ ميشيل فرعون وسعادة النائب ستريدا جعجع وهي رئيسة لجنة مهرجانات الأرز الدولية. خبرنا عن ظروف العودة. ظروف العودة ظروف حقيقة واحد يعني بيش يقف عندها، يعني لأنه مثل ما تفضلت قلت بأول حديث أنه عم نرجع على منطقة عزيزة ومنطقة رمزية، وبلشت المهرجانات ب 63 يعني تقريبا من 50 سنة لورا، وبالتالي كان من المفروض أنها ترجع هالمهرجانات تعود. هلأ في أكثر من ظرف صراحة، في أكثر من عامل شجعنا أن نرجع نحيي مهرجانات الأرز. العامل الأول يلي هو عامل نظرة تطويرية، نظرة استراتيجية لمنطقة
شر الارز كلها. نعم. وبالتالي اعاده يعني وضع على الخارطة السياحية من بعد فترة طويلة مما هي بعدت صراحة. علما انه ما غابت كتير. ما غابت كتير انه ما بعدت وما كان عم تقدر يعني تكشف عن جماليتها وعن مزاياها اللي هي يعني بتتمتع فيهم. لا ظروف كلنا بنعرفها مرقت على لبنان. حد هذا الشيء كان مفروض لحتى لي نبلش نقول بدنا ننمي السياحة كان مفروض يكون في بنا تحتية عم بتصير. وهون الفضل بيرجع بدون أي شك لنواب المنطقة إن كان السيد الستيدة جعجع أو السيد إلي كاروز يلي عملوا جهد كتير كبير بآخر 10 سنين. صحيح. وقدروا بفترة قياسية بالفعل عملوا يلي ما نعمل بعشرات السنين عملوهم بكم سنة. يعني بتتزامن هالخطوة مع كل الخطوات الإنمائية التالية يلي ذكرتهم وأيضا كمان بحافز من نائبين ستريدا جعجع وإلي كيروز وبدعمهم أيضا. على الحال أحياء مهرجانات الأرز الدولية كانت يعني تصير بضخامة بمستوى معين ورح ترجع لحياتها الطبيعية. أداء مهم تفعيل منطقة بشري الأرز يلي هي ترجع لنشاطها ترجع لأيضا جاذب عامل جاذب حتى كمان تحفز أصحاب المرافق السياحية حتى يحدثوا ويطوروا بمعداتهم. يعني أداء اليوم كمان كل أشخاص يلي بها المنطقة عم بيجهزوا إن كان من مطاعم من أوتيلات من منتجعات. أداء مهم جدا على كافة الأصعدة كيف تحضيرات إلى على هامش. ما هو هي اللي قلته بأول نقطة أنه كانت العامل الأساسي هي عامل استراتيجي لاستنهاض المنطقة. من هون النائب جعجع مع اتحاد بيت البشري أنشأوا ما يسمى المجلس السياحي يلي هدفه هو تطوير وتحفيز السياحة بمنطقة البشري. وبالتالي كان خطوة إعادة إحياء مهرجانات الأرز يلي احنا بنعتبرها خطوة رمزية ولا بنحكي عن رمزية أو ليش كان إحدى أهدافها كمان انه نرجع نشجع الاستثمارات السياحيه بالقضاء. نعم. عبر الفنادق والمطاعم وما اشبه ذلك. وبالتالي فينا نبلش نقول انه يعني بلش هال خليني اقول هالنفس هيدا يلي عند الاشخاص ان كان اهل القضاء او يلي بيحبوا هذه المنطقه بلشنا نشوف انه في توجه نحو استثمارات يعني جديد ان الله راد بالمنطقه. نعم. لتواكب اللي عم بيصير. نعم. ومستقبلا بس نصار أكثر على المستوى العالمي اللي احنا طامحينه جدا قريبا. أكيد. جدا. ذكرت رمزية إعادة أحياء هالمهرجانات هون شو المقصود؟ المقصود فيها أنه اليوم وقت بتقول الأرز أو بتقول مهرجانات الأرز بترجع بالذاكرة للحية لشيء كتير حلو. يعني الأرز اليوم إن كان الأشخاص اللي تسنى لها تطلع أو الأشخاص يلي سمعت عنه عندها بالفعل يعني مهرجانات الأرز عندها بالذاكرة الفنية الحضارية اللبنانية شيء مميز. يعني كل يلي عاصروا هذيك الفترة أو يلي سمعوا من أهلهم بيطلعوا على الأرز من منظار بفرح القلب حقيقة. يعني الأرز ما ننسى أنه هو رمز لبنان بتوسط العالم اللبناني نقطة التقاء لكل اللبنانيين. الأرز عنده رمزيته على مستوى الوطن لدرجة أنه أصبح لبنان يسمى أو ما يعرف ببلد الأرز. يعني هالرمزية هيدي اللي نحن واعيين لها حبينا صراحة أنه نقارب المهرجانات من هالخلفية. وبالتالي إعادة إحياء مهرجانات الأرز كان بالنسبة لنا تحدي لنجرب نرجع نضوي على هالمنارة يلي بفترة من فترات تاريخ لبنان المعاصر القريب. نعم. كانت منارة حية ومنارة يفتخر فيها كل اللبنانيين. كنا نعرف نحن انه مهرجانات الارز يعني يجوا العالم يقصدوها ان كان من لبنان او ان كان من المحيط او كان حتى المغتربين وبعدها حاطة بالذاكرة عندهم شيء مميز. يعني بس تقول مهرجانات الارز رجعت تشعر في بسمة في فرحة عند الأشخاص يلي بيعرفوا أو يلي عم يسمعوا من يلي من أهلهم أو أجدادهم. أكيد حال كانت بالفترة الذهبية للبنان بفترتها يعني وقتها كانت أقل مهرجانات. على كل حال رح نترافق مع المشاهدين قبل ما نحكي عن اللقاء يلي بيتخلى النجوم أيضا. يعني المهرجان رح يكون في حضور لنجوم
كلنا بنحبهم وكلنا يعني بننطرهم لحتى نشوف حفلاتهم، رح نتوجه لحتى نحضرهم. ولكن قبل رح نتشارك مع المشاهدين ب Between Earth and Heaven، وهو مثل فيلم وثائقي صغير بيسلط الضوء على أبرز المعالم السياحية بمنطقة بشر الأرز، كيف إذا كان الإخراج لابن المنطقة ولأستاذة اللي بحبه وبفتخر في ميلاد تو. النص اللي رح نترافق فيه هو لسيد أنطوان تو، أداء الفنان جوزيف بونصار وموسيقى لزاد ملتقى. رح نترافق بهذا المقطع الصغير لحتى نسافر ونحلم ببلد الأرز ونرجع نتابع حوارنا. الريح وجبل المكمل حين يفترقان هو يخلع قبعته البيضاء لوداع مؤقت، وهي تترك له بساطها مؤذنة أنها ستعود. امطت البساط بين الجبل والوادي، تاج لبنان، الأرز المقدس، غابة تخبرك أن الرب الذي زرعها ما زال يتعهدها. وإلى شربل القديس رفة قصيرة، هنا في بيته تدرك أن عتمة المنسكة تولد الأضواء. ومن الراهب القديس إلى طلائع الرهبان، هنا صوامع الوادي المقدس وأديرته آوت أول الرهبان في لبنان، وهم أطلوا من شرفاتها على الفردوس. كل شيء فيه سماوي الملامح، في جروفه بيوت لله، وعلى كتفيه تفترش بلدات الجبة وقراها والبطريركية المارونية سرير الجمال. وعلى أحد الكتفين يقيم جبران خليل جبران، عائدا إلى موطن قلبه، يقيم بين رسومه ولوحاته، وفي المثوى الأخير الذي اختاره بنفسه ليغمر فيه أحلامه الأبدية. وأحلام الأبدية ليست ملكا بشريا، فإن للماء مثلها في مغارة قاديشة قطرة قطرة، ومنذ ظهور نحت الماء أحلامه. وعلى الكتف نفسه أيضا يقيم عمار جرجس، لكنه يخفي سيفه في حضرة الأطفال. الأطفال والجبل والوادي بانتظار رجوع الريح، بانتظار مغادرة الريح، بانتظار عودة الحياة. جبة بشر. فعلا بين الأرض وبين الجنة من أجمل وأرقى ما شفنا بعدسة ميلاتو، وهذا واقع قدر ينقله بكل أمانة، ما عمل شيء تاني غير أنه صور. سبقتني، ما في شيء من زاد أبدا. المنطقة تحديدا مثل ما شفناها على هالربورتاج القصير يعني. صحيح، على كل حال هالموضوع وهالأمانة يلي هدفها توصل، وخاصة من يعني من إعادة إحياء مهرجان الأرز،
هي كانت ايضا بتوجيه من الدكتور سمير جعجع وايضا من دعم سيدة ستريدا جعجع انه يكون في المجلس السياحي بقضاء بشري يلي عم يشتغل على تطوير وانماء المنطقة حتى انه يحافظ على ارثها الطبيعي ويكون في ايضا جاذب سياحي مهم جدا. خلينا نحكي عن المهرجانات لانه كتار ناطرين ليعرفوا البروجرام يلي رح تنطلق فيه. اول شيء خلينا نحكي عن توقيت انطلاق المهرجانات، هو الاول من اب وبصادف ايضا ذكرى عيد الجيش اللبناني. خلينا نحكي عن الانطلاقه. سالتني عن رمزيه اعاده احياء مهرجانات الارز، حكيت عن جزء منها يلي هو له علاقه بالارزه اللي بالنتيجه بتجسد لبنان وصار عندها رمزيتها. بس كمان الرمزية الثانية هي توقيت إعادة إحياء المهرجان يلي ارتقوا المسؤولين وتحديدا دكتور جعجع ومدام جعجع انه يكون بواحد آب، واحد آب اللي هو عيد الجيش اللبناني، بما الجيش اللبناني كمان عنده رمزيته الوطنية وبما بيلتف حوالي جميع اللبنانيين. الهدف كان من أو الأحرى المساج من إعادة إحياء مهرجانات الأرز الدولية بواحد آب هي تنرجع نفكر كلبنانيين، نرجع نلتقي نحن كلنا سوا حول الوطن، حول المؤسسات، حول كل شيء بيجمع، يعني بخضم كل اللي عم بيصير إن كان بالمنطقة ولا بقلب بلدنا الحبيب اللي نعتبره إنه عكس حال ما في في إلا تحت شلوح الأرز وتحت شلوح الجيش اللبناني هذي بكل الأحوال. من هون منحب يعني عبر شاشتكم الوطنية كمان إنه نحيي باسم المسؤولين وباسم دكتور جعجع وباسم مدام جعجع وباسم النائب لي كاروز الجيش اللبناني، وبندعي كل لبنان يطلع بواحد قاب لحتى نعين نحن وياهم إعادة إحياء المهرجانات، مهرجانات الأرز اللي هي رمز لبنان. الكل رح يتوجه على كل حال بالأول من آب، ورح يكون في جاذب تاني كمان مهم يلي هو الفنانين يلي رح يحيوا ليلة الأول من آب. مين رح يكون فيه بالأول من نحن آب؟ نحن بتوضيحا كمان أنه حبينا حد هالرمزية اللي عم نركز عليها كتير والمساج اللي عم نحب نبعته أنه يكون الموسم الأول لمهرجانات الأرز الدولية موسم لبناني بامتياز، وبالتالي من هون كان التفاعل مع فنانين لبنانيين. أوكي، تنجاوب مباشرة على السؤال، بأول من آب رح يكون في الفنان وائل كفوري والفنانة إليسا والفنان ميشيل فاضل. يعني هالكومبينيشن يلي الكومبينيشن الحلب، يعني مين ما بحب إليسا وائل وميشيل يلي بيقدم موسيقى رائعة جدا ورائعة. مزبوط، مع أكيد مدري الكوريغرافية رح تكون موجودة على يعني بأول الإطلاق، يعني بدها تبعت مساجات خلينا نقول يعني نرجع نحيي أو نقدم راندر أوماج مثل ما بيقولوا للفنانين الكبار اللي رحلوا عنا مؤخرا. يعني أكيد وهن جزء من بلد الأرز وجزء الصباح من لبنان. بالنهار الثاني في مشوار فني موسيقي كمان رائع جدا مع الفنان عبير نعمة ومع الأب خليل رحمة وجوءة سيدة الوازة. هون رايحين باتجاه شوي هيك مغاير عن اول ليلة، يعني هون من باب التنويع كمان بتاني ليلة مع عبير نعمة، يعني منتوقع نسمع انشودات دينية ومنتوقع نسمع كمان ترانيم يمكن واغنيات وطنية وغيرها وسواها. بعتقد انه لا بتاني ليلة رح يكون مشوار فني بامتياز، يعني ما في شيء قريب من نقول الترانيم الدينية أو إلى آخره، إنه بير خليل رحمة هو مزبوط أبونا، إنما كمان هو موسيقار من الطراز الأول يعني، وبالتالي الليلة الثانية هي ليلة مركزة على الفن المتنوع. وحقيقة الليلة الثانية كمان هي ليلة تشجيعية على مستوى حتى الأسعار وقصدناها، هي ليلة فنية بامتياز مش ريسيتال ديني أبدا. نعم. أبدا، مش هيك سميناها مشوار. مشوار يعني فني. صحيح. بسبعة اب رح يكون في ليلة مرح وفرح، ليلة ضحك وهيك بين هلالين، يعني الواحد بده ينبسط بهالليلة مع ما في مثله. ما في مثله شو مزبوط، مع فرقة ما في مثله وفرقة شو. الراب من فرقة الراب من الاخر مزبوط كمان هيدي. وختام المهرجانات بثمانية اب مسك الختام مع نجوى كرم وجوزيف عطية وفرقة الدبكة لدار الأحمر اللي هي فرقة
يعني عادة وتقليد ما فينا ما في تقليد تراثية يعني نعم. تشبه المنطقة اللي عم بينطلق منها المهرجان يعني. أكيد وبتشبه كمان يمكن الجو اللي راح تطغي سيدة نجوى كرم وأيضا جوزيف عطية بأغنياتهم مع الدبكة ومع الحماس ومع كل الحب اللي راح يقدموه بهال مثل ما واضح يعني من أول بلاتماني إيب أجواء لبنانية بامتياز مع فنانين يعني مرموقين ومعروفين يعني و طبعا لكل الاشخاص لكل الاشخاص اللي عم بتابعونا وحابين يعرفوا كيف ممكن ياخذوا البطاقات كيف البطاقات متوفره بنقاط بيع فيرجن ميجا ستور مع تيكتنج بوكس اوفيس فيرجن ميجا ستور كل فروعه ببويري بريس كسليك وبمتحف جبران خيري جبران للي بيكون لا اهل المنطقه او يلي بيكون زير للمنطقه وحابب يحضر بيقدر ينزل ياخذ تيكت كمان من المتحف. فاذا الكل رح يتوجه من الاول من اب لحد 8 منه لحتى يرجع يحتفل من بعد غياب 50 عام بمهرجانات الارز اللي هي مميزه وانطلاقه قويه على امل انه تحمل معها كل خير للمنطقه على كل الاصعده الانمائيه السياحيه وكافه الاصعده وكمان يكون مردودها خير على لبنان ككل. انا بدي احملك عامل فقل خير ما بقولوا على الوطن ككل. اكيد اكيد انا بدي احملك سلام لكل فعاليات المنطقه لنابسة ريدا جعجع ولكل الاشخاص يلي فاعلين ب هالحق الفوق لحتى ينموا هالمنطقة ورح نكون معكم الله راد بالأول من سهل. شكرا لوجودك معنا رئيس المجلس السياحي لقضاء بشرع المهندس جوزيف جعجع أهلا وسهلا. تسلموا ميرسي. مشاهدينا بريك صغير بيفصلنا عن متابعة صباح لبنان بعد الفاصل بينضم لزميرتي رنا بيرشرب الخشان من اللجنة الأسقفية لرعاية الخدمات أكيد تفاصيل إضافية بالفقرة اللي راح تلحق فانو زابينج صباح لبنان بتابع خليكم معنا بلبنان لحتى تعكس سلامة على كل لبنان بمختلف طوائفه يلي كمان هلأ قسم من لبنان عم يتحضر لشهر رمضان الكريم فنيلنا بهاللبنان. قبل ما نتابع فقراتنا بصباح لبنان رح نظهر لخارج الاستوديو أنا وياكم مشاهدينا وتحديدا على منطقة الكسليك لجامعة روح القدس بالكسليك حيث دعا مركز فينيكس لدراسات اللبنانية دعا لافتتاح معرض بضم محفوظات لأربع رؤساء جمهورية. المميز بهالمعرض انه بضم مخطوطات بخط ايد هالرؤساء كلهم وايضا بضم مقتنيات وصور حصرية لهالمعرض ايضا بضم امور متعلقة بالتاريخ يلي كل رئيس طبعه بالحقبة يلي كان مستلم فيها سدة الرئاسة. أكيد كاميرا صباح لبنان كانت موجودة وتابعت كل التفاصيل سواء على جامعة روح القدس كاستيك لحتى نتابع هذا ريبورت. متحف ومحفوظات أربع رؤساء جمهورية بلبنان رئيس كميل شمعون رئيس اللواء فؤاد شهاب رئيس الياس سركيس والرئيس الشهيد بشير الجميل. نشاط استضافته جامعة الروح القدس بالكسليك ونظمه مركز فينيكس للدراسات اللبنانية بحضور حشد من الشخصيات السياسية والكنسية. من هو مركز فينيكس وشو هو هيدا النشاط؟ مركز فينيكس للدراسات اللبنانية بجامعة روح القدس من 2008 هذا مركز متخصص بأرشفة وبجمع مستندات كل الأشخاص يلي إلهم علاقة وتركوا إذا بدك بصمة أساسية بتاريخ لبنان. أهمية هذا النشاط أنه في أبطال من لبنان في رجالات كتير كبار من لبنان بنيوا هالدولة اللبنانية وعملوا إنجازات فيها. من المهم جدا أنه دايما نتذكر تاريخ لبنان والعمل اللي عم بتقوم فيه الإزاك من خلال جمع الأرشيف لكل الشخصيات اللبنانية هذا شيء كتير مهم لأنه كتير مهم أنه نوثق تاريخنا تنضل نرجع نطلع عليه وما ننسي بركة ناخد منه أمثلة مشان المستقبل ما نرجع نقع بذات الأخطاء. شو أهمية الأرشفة بحفظ التاريخ والتعليم الأجيال الجديدة ومجموعة آراء من المشاركين؟ قبل كل شيء بيستاهلوا أن يكون في أرشيف مرتب اللي هم يرجع يذكرون ويرجع يفيق أو الشعب اللبناني أنه كان في رجال من هالوزن كانوا عم يخدموا ويشتغلوا مشان مصلحة لبنان.
الارشيف منه بس تاريخ، الارشيف منه بس عاطفة، الارشيف هو كمان عبرة وهو ركيزة تاريخية وعمق بالتاريخ وبالثقافة طبعاً، لازم نحافظ عليه ونتعلم منه ويكون بمطلع الجميع، بس شرط انه نعرف كيف نستفيد منه. الحقيقة اللي طلب بشير يقولها هي الحقيقة انه عن هيدا البلد، الحقيقة كيف نحن منشوف لبنان، مش مات الملك وعيش الملك، مش الكذب والنفاق يلي ماشي بس تنرضي فلان وتنرضي فليتين. بفتكر هيدا الاساس بناء المواطن الصالح لجمهورية صالحة ولوطن صالح. ولبنان احتضن كل العالم، ولكن شعبه هلا مش عم بيقدر يفهم عليه، مش عم بيفهم يعني تاريخه، يفهم هالحقيقة يلي موجودة بأرضه. هيدا يرجعوا الأجيال الطالعة الجديدة اللي ما بتعرف الرؤساء، اللي ما بتعرف شو إنجازاتهم، اللي ما بتعرف كيف كانوا يتعاملوا مع بعضهم، يعني تاريخ لبنان لازم هالجيل الجديد يعرفه. هيدا طبعا مهم درجة كتير كبيرة، وضروري نعرف الشباب اللبناني على تاريخهم، بالنهايه على الاشياء اللي ابائهم واجدادهم قطعوا فيها، تا من خلال هالماضي يعرفوا كيف يديروا الحاضر وكيف يطلعوا على المستقبل. هذا الشيء كثير مهم، لانه بلا تراث وبلا تاريخ ما في اوطان اصلا. نحن موجودين هون من وراء هذا التاريخ الغني، من وراء هدول الشخصيات يلي نحن مفروض ناخذهم كمثال اعلى. وتخلى الحفل كلمات عرضت للمشروع وتفاصيله، كما وريسيتال لمجموعه من الاطفال اللبنانيين ادوا اغاني وطنيه، وختاما وصيه وكلمه اخيره. نحن اليوم بحاجة لرجال مثل هول، مثل بشير جميل، مثل الياس سركيس، مثل كمين شمعون. بدنا رجال اليوم يرجعوا يترأسوا الرئاسة ويرجع البلد يلي حلموا فيه هالرؤساء هول، يرجع هذا البلد هو يكون الانطلاقة الجديدة للحياة المستقبلية اللي بدنا اياها بالبلد. نحن يجب ألا ننسى أن لبنان صاحب أعرق تجربة دستورية في المنطقة، ودستوره هو من أقدم دساتير العالم، وتوالي الرؤساء فيما يعرف بتداول السلطة هو تقليد لبناني، وانتخاب الرئيس كان استحقاق مقدس. حتى في زمن الحروب نحن كنا ننتخب رؤساء تحت المدافع. عاشت الجمهورية وعاش لبنان. تابعين سوا مشاهدينا بإطار برنامجنا، والفقرة التالية هي فقرة أجندة. بهالفقرة رح نستقبل الأب شرب الخشان، مسؤول دائرة التنشئة في اللجنة الأسقفية لرعوية الخدمات الصحية بلبنان، المنبثة عن مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بلبنان. صباح الخير أبونا. صباح النور. أهلا وسهلا فيك معنا بالبرنامج. اليوم موضوعنا نحكي عن دورات عم بتصير. هالدورات بتصير على 4 أيام، على 2 أسبوع بتتقسم، لخدمة المريض ومحيط المريض. تفاصيل مختلفة طبعا رح ناخدها من حضرتك. هيدا السنة الرابعة يلي بتحضروا فيها لهيدا الدورات، شو أهميتها وشو الهدف منها؟ مثل ما تفضلتي وقلتي، إذن هي دورة من ضمن برنامج دورات تنشئة، هي هيدا بنسميها دورة 30 ساعة. نعم. ولكن الباكج هو قائم عن 3 ساعات تحسيس للتنشئة، إذا حدا ما بيعرف شو معناتها مرافقة المرضى، شو هي رعوية الصحة، شو مهنة الكنيسة ورسالتها بهالعالم، نحن بنكون حده بهالدورة 3 ساعات حتى لنحسس، ونسميها تحسيس يعرف شو هي. فعنا دورة 30 ساعة يلي هي موضوعنا اليوم، يلي هي كنية عن دو ويك اند، بتنعمل مرتين بالسنة، كل ويك اند كنية عن 15 ساعة، بيتضمن برنامج كامل حول مرافقة المرضى ومحيط المريض، مش بس المريض بحد ذاته ومحيطه، وبتشتغل كمان على الشخص نفسه، بيكون في عدة أتوليه بتساعد الإنسان هو يفهم بعض الأمور مثل الموت وغيرها من الأمور قبل ما يكون واقف حد المريض وهو منه مرتاح فيه. نعم. يكون هو متقبل الفكرة والوضع تيقدر يساعد، نعرف عن شو عم نحكي، يكون عايش ذات شيء، وإلا ما يكون رجعنا على مستوى الوعظ كل شيء تمام، صحتك رح تصير منيحة، وبقى نحن بنجي بنقول إن قبل ما تحكي غيرك انت عيشهم حسهم قبل ما توصل لغيرك. من هيك نحن بنعطي الوسائل
يلي ممكن تساعد هالإنسان. هدورات بتنعطى أبونا لأشخاص عاديين هن حابين أنه يساعدوا، أو كمان بتنعطى لأشخاص عندهم حالة مرضية بالبيت، عندهم شخص مريض ومفروض عليهم أنه هن يساعدوه ويكونوا حده. في عنا من الجهتين، في أوقات أشخاص مثل اليوم عم يسمعوا أنه في دورة تنشئة لمريض لمرافقة المرضى، وهالأخت هالست هالخي أنه عنده مريض بالبيت ممكن يكون مهتم يكون فيها، لأنه وقت اللي بيكون في محنة وقت بيكون في مرض، وخاصة أمراض صعبة مستعصية مزمنة طويلة، الأهل ما بعود يعرفوا شو بدهم يحكوا مع المريض، كيف بدهم يوقفوا حده، كيف بدهم يكونوا دعمة لإله، بيجوا من هالباب هيدا على مستوى الشخصي، معلومات شخصية لخبرتهم الشخصية. وفي مكرسين إن كان رهبان راهبات كهنة بيجوا كمان تكونوا بخدمة الكنيسة، إن كان بالرعاية وإن كان بدور الاستشفاء على تنوع رسالة أو مهامة، وأشخاص بحبوا يروحوا أكتر كمان يمكن بهذا الموضوع. من هيك نحن 30 ساعة هي دورة، ولكن من بعد منا بيّن معنا بخبرتنا على السنوات انه اشخاص قالوا نحن بدنا نروح اكتر، ساعتها بيروح على الدبلوم الجامعي يلي موجود بالجامعة اليسوعية بفرعية، ان كان ببيروت وان كان بالعقيبة، بالعقيبة بلش من سنتين، يلي بيروح على دورة 350 ساعة وهذا بيكون صار الدبلوم. أظن بترد لحاجات أول شيء وبعدين ممكن تروح لأكثر، بيقدر الشخص يستمر فيها. طبعا عم نحكي عن حالات مرضية مختلفة، الهدف مش كيفية معالجة حالة مرضية معينة، هي الإحاطة النفسية والروحية بالمريض. 100% أصبتي، لأن أوقات كتير لجنة الصحة بياخدوها بمعنى شو المساعدات، بنوزع دواء أو فينا نفوت على مستشفى، نحن مش هيدا هو الهدف. يعني في غيرنا من مؤسسات أو جمعيات بتهتم بهالموضوع، نحن أكتر الدعم الروحي، الوقوف حد هالشخص المريض هالإنسان بمحنته إن كان هو إن كان عائلته، يعني إذا حابب يبكي، إذا حابب، إذا موجوع، إذا عائلته كلها عم بتقله مثلا أوقات كتير إنه أنت صحتك كتير منيحة ومش الحال، نفكر عم نعطي معنويات، عم نحن نفكر عم نعطي أمل ومعنويات، ولكن المريض ما بين مش ممكن نكذب عليه، يعني هو بيكون عارف حاله أنه الأمور رايحة لورا، ما بيقعد يحكي مع الأهل، بينقطع الاتصال وبينقطع التواصل، بقى نحن بنجي نساعد إن كان المريض وإن كان عائلته، شو الطريقة تكون واقفين حده ويعبر ويكون مرتاح، وفعلا إذا لابد من انطلاقة تكون عم تنطلق بسلامة. نعم، ما بعرف إذا فينا نسميها محاور، بس بتات في 7 محاور أساسية تشتغلوا على أساسها، مرافقة المرضى من خلال رسالة الكنيسة، صفات المرافق الرعوي وتقنيات المرافقة، حاجات المريض النفسية والروحية والجسدية، كرامة الشخص البشري، الألم والموت بالكتاب المقدس، اختبار الموت والقيامة، والعلاجات الملطفة. بعتقد مواضيع يمكن الشخص أو الإنسان العادي خاصة عم يكون في مريض قدامه بجرب أنه ما يفكر فيها، مش بس ما يحكي عنها. قد في صعوبة هون أنكم تدخلوا لعمق هيدي المواضيع حتى الشخص يتقبلها ويقدر ينقلها لمحيط المريض بصورة ملطفة، ولكن تخليهم عايشين بالواقع، ما يبنوا أوهام معينة. 100% من هيك نحن أول شيء نشتغل لنا في واحد من المحاور صفات المرافق، يعني أنت كمرافق كيف بدك يكون هالأبروش مع المريض، كيف بدك تدخل لقله، بدك تفهمه أول شيء للمريض، من هيك بنكون بأبعاده النفسية والروحية وغيرها، شو بيعاني مشاكل نفسيه، شو بعيني مشاكل روحيه، شو هودي كله سوا بده يكون اخذهم قبل ما ندخل لعند المريض. بعدين اهم شيء بس ندخل عند المريض فيه علاقه ثقه، يعني اكيد ولا مره رح من اول مره رح يحكي وجعه جواني، خاصة اذا غريب عن المريض. من هيك بنقول انه هو الوقت يلي بيساعد، اوقات نحن نكون مستعجلين انه يلا هلا هذا منطقنا هيك نحن هيك بنحب، بس كل مريض عنده ريتمه وكل مريض عنده عالمه، هيدي فرادة كل انسان اصلا مش بس مريض، يعني كل انسان عنده خصوصيته الخاصة، من هيك ما فينا نتعامل مع الكل كأنه باكج كامل، كل واحد له فرادته، وهذا هو اللي بنحاول نساعده انه الوقت، وهذا اللي بنقوله دايما لطلابنا ولكل الاشخاص اللي عم ننشئهم انه الوقت اذا ما في ثقة ما بنقدر نوصل لمطرح. اذا شخص خارج اطار العائلة كيف تتقبل العائلة دخوله والمتابعة اللي بتصير معه؟ أوقات في عدة عيال حسب المستوى العلمي لهم والثقافة وغيرهم، أوقات بس يشوفوا راهب أو خوري أو علماني حتى كمرافق بيدخل أنه هيدا مين الغريب اللي جاي أول مرة، ولكن أوقات كتير يعني بس تركب الأمور والثقة بتصير موجودة،
ناطرينك والمريض ناطرك بصير يقولوا له اي متى رح ترجع. بقى بنشوف انه بتتغير دايما العلاقه لانه بحسوا كمان انه مش بس عم بيفيد المريض ودعم للمريض، هو كمان دعم لهم، خاصه اوقات كتير المريض بيدخل بحاله غيبوبه بصير غير قادر انه يحكي يتحاور يتواصل. هون بتصير وجودنا حد الاهل هو الكبير، هالام هالاخت هالزوجه يلي واقفه حد مريضة عم تبكي موجوعة في محنة عم بتعيشها من جوا، كمان نحن من ضمن المحاور يلي بنشتغل عليها. حتى يمكن لأنه في كثير أمراض بتصادفنا بعائلاتنا بصير المريض غير واعي للقصص اللي عم تصير حواليه، إذا عم نحكي عن الزهايمر أو باركنسون أو غيره، يعني بطل يعرف الأشخاص المحيطين في حتى يعني. وهذا وجع كبير كمان للأهل مش عم بيعرفوا إنه هو مزعوج منك لأنه ما تبرك غريب عنه. يعني عن جد قد إيه المتابعة بدها تكون أيضا للمحيطين. هي نحن بنرجع بنقول إنه قضيتنا بتبقى المحور هو الإنسان، الإنسان مش دائما اللي بصحته، الإنسان إن كان المريض إن كان المعوق وين ما كان، الكنيسة عندها رسالة تكون في حده، ونحن هل عم نحاول قدر الامكان يعني بقدرة ربنا ان نكون عم نهيئ كوادر واشخاص يكونوا واقفين حد كل مريض. نعم ابونا، بهالثلاثين ساعة قادر الشخص ياخد كل هالمعلومات والتفاصيل؟ هي 30 ساعة برنامج مصغر للدبلوم، يعني ذات المواضيع يلي بنشتغلها بالدبلوم لكذا ساعة بدنا نشتغلها بساعة ونص، بس نحن هون عم ندوق وعم نقول له شو هي عم تعطي اشانتيون تقريبا. وهيدي الشغلة الثانية في امور لازم يكون تخطاها، يعني نوع من التقويات يلي اوقات ما بتوصل يلي نحنا كتير بنعتمد عليها، ندرتك صليت لك وبكره رح تصير منيح، هيدي نابعة من القلب، بس يمكن كمان بتعطي امل مش بمحله للمريض ولا للعائلة كمان. بقى نحن عم نحاول هو كلهم رح يكونوا موجودين بس كيف بدنا نوصلهم. نحن لان دايما برجع بقول بدنا الاشياء السريعة، صليت لك وعبكرة رح بتصح، نحن مش عم نقول صلاة مش منيحة بس كيف بدنا نكون واقفين، يعني ما في قطع للامل كمان ابدا، انه ما فيك تفوت على المريض تقول له انت بكره رح تموت، مش هذا هو نحن عن هذا عم بقول انه مش دغري نجي نقول الامور مثل كانه هيك حقيقه منزله، ولكن عم برجع اقول كل مريض عنده الريتم تبعه، عنده المستوى لتقبل الحقيقه، قد هو عم بيطلب هالحقيقه يعرفها، قد هو عم بيطلب نوع من المرافقه بيطلبها. بقى كل واحد مع ريتم، في اشخاص ما بدهم يعرفوا شيء بيتركوا مطرح ما هن، وفي اشخاص لا بيحبوا يروحوا اكثر. بقى نحن اوقات كاهل او كمحيطين بنكون مستعجلين شوي، بقى نحن بنعطي هالوسائل حتى لا ما ناذي لا روحيا ولا نفسيا المريض. هذا هو. بس المرافقه الروحيه خاصه اذا بدنا نعتبر يعني باخر ايام المريض، قد ايه بتصير حاجه عند المريض وعند المحيطين فيه؟ يعني بنحس انه الايمان بيقوى يمكن بهيدي الفتره، او في بصير في حاجه اكثر انه نتمسك او يتمسك الشخص ب هون في اختبارات متعدده، يعني بنشوفها في اشخاص بالعكس بيبعدوا عن الايمان. انه انا كنت كل حياتي انسان مواظب على الصلاة وبعمل عمل خير ومن اذي حدا، مش بس صار معي هذا المرض، وين الله بالخبرية؟ هون بيعمل ردة فعل عكسية، كمان هون بدنا نلاقيه بهالردة فعل. وفي اشخاص بالعكس انه كانوا كتير بعيد، بركة الله كمان بنرجع بدنا نلاقي المريض. برجع بقول كل واحد باختبار الروحي، ما في قاعدة معينة، ولكن بنشوفها من النقيض للنقيض، وبهودي كلهم بدنا نرجع نلاقي. نعم، بين الكهنة والمكرسين والعلمانيين مين الاشخاص الاكثر قبول بيكونوا عند العائلات، يعني بيرتاحوا لهم اكثر؟ هلا نحن اكيد بعدنا بمجتمعنا اللبناني المتدين، يعني اكيد المكرس له مكانه بعد عند الاهل بنوع خاص، وان كان عند المريض وصل لابونا اجى الكاهن اجت الراهبه، هذا مجتمعنا. ولكن اكثر واكثر عم نشوف كمان يعني في علمانيين عم بيشتغلوا شغله، عم يفوتوا معنا بالستاجات وعم ياخذوا مطرحهم. وهذا الشيء عم نحاول نبلشه هلا من المدارس من الصفوف الثانويه، ندخل فكره مرافقه المرضى وساعات عمل ضمن مستشفيات او دور استشفاء حتى لا يكونوا بهالجو هذا. نعم، ومثل ما حضرتك ذكرت ابونا، الاشخاص اللي بيخضعوا لهالدوره بيقدروا يكملوا اذا حبوا ايضا يضلوا بهيدا الاطار وياخذوا يمكن دبلوم جامعي برعويه. لازم يكون في اساس معين او شروط محدده؟ اكيد لازم يكون معه ترمينال مثل اي شهاده جامعيه. نعم، وهي بتمتد ب
باليو اس جي بجوني بالجامعه الليصاعيه عفوا ببيروت على سنه ونص يعني بمعدل يومين كور بالجمعه. نعم. اما بفرع العقيبه فهي على سنتين ونص لانه معدل مره بالاسبوع وانعملت بالعقيبه حتى لتسهل على المواصلات أكيد. مش شمال ومن بيروت يكونوا. نعم. وخاصة العائلات الأمات البيت يلي بيشتغلوا بقى هيك بتكون يوم جمعة عشية للأشخاص المهتمين. هذه الدورات بتعطى مثل ما قلنا على مدى أسبوعين دورة 3 ساعة على أسبوعين. نعم. رح تكون السبت والأحد 27-28 حزيران والسبت والأحد 4-5 تموز. بعد شيء إمكانية للتسجيل بها الدورة بعد إمكانية للتسجيل لأنه للتنين القادم الأداد بيكون في عنا آخر مهلة للتسجيل. نعم. نحن ما نستوعب بالدورة أكثر من 25-30 شخص ليكون في ديناميك بقلب الجروب للكنتون عم بتفكير الكل عم بيقدر يوصل وقال مش مفتوحة كتير يعني. نعم. من هيك بنقول 25-30 شخص. كمان نحن عنا إمكانية نتنقل على المناطق يعني اذا. نعم. حدا اليوم زرعية عندهم 15-20 شخص حابين هالدوره بننقل لهم اياها. نعم. مثل ما هي او بغير مناطق او طلعنا على زحله بنروح على شمال وين في حاجه. نعم. نحن كدائره تنشئه بناخذ الاكيب وننتقل للمناطق لانه بعرف اليوم كثير التنقلات يمكن صعبة. تكون صعبه على الناس. نعم. الاكيب من مين بيكون مكون عاده؟ من اشخاص متخصصين 80% في يقول ذات الدكاترة والأشخاص اللي عم بيعطوا الدبلوم بالجامعة بيجوا بيعطوها بالدورة هذه إن كان كأختصاصيين بطب النفس الكتاب المقدس يعني كل أنواع الاختصاصات يلي بتاخد هالدورة بترجع بتنتقل على يعني هي مصغرة هي دبلوم. نعم. على صغير. نعم. أشخاص متمكنين ومتخصصين بالمواد يلي بيكونوا عم بيعطوها طبعا توصل الفكرة ويوصل الجوهر الموضوع للي عم بياخده هيدا تكون في إفادة ولا مش هواة العملية لأن نحن عم نهتم بالإنسان ومع الإنسان ما فينا نتسلى يعني بده يكون أكيد اللي بده يخضع على دورة 30 ساعة مش الدبلوم مفتوح على الكل كل الأعمار ما في شروط يقدر يستوعب بعض المواضيع يلي شوي يعني أكيد يكون في مستوى علمي معين. نعم. تقدر ياخذ هالمواضيع لان في بحث ان كان. أكيد. نفسي ان كان بالكتاب المقدس في تعمق بعتقد في تعمق بالمواضيع اللي رح تطرحها يعني مش ممكن بعض النوسيون بسيكولوجيك او غيره او سبيريتوال تقطع وهو شوي غريب عنا. نعم. ولكن دائما يعني الحاجب على الارض بعتقد بتكون محفز كبير لاكثر من الاشخاص خاصه الاشخاص اللي عن جد بحبوا يساعدوا والاشخاص اللي يمكن فجاه لقوا صار عندهم مريض بالبيت وهم ملزمين انه يهتموا فيه فالافضل يكونوا عارفين الطرق الصحيحه كونوا واقفين لمتابعه هي ديسيبلين مثل اي اختصاص يعني صارت اليوم يعني شوي بلبنان تاخرنا ولكن مش كتير. نعم. لحقنا بكتير إن كان بالبرامج الجامعية وإن كان مع اللجنة الأسقفية. نعم. تنكون فعلا على ذات المستوى. والدورة رح تصير بدائرة هبات سيدة الرسل بقرنة شهوان. قرنة شهوان. للأشخاص المهتمين بهيدي الدورة مثل ما قلنا 27-28 حزيران وأربعة وخمسة تموز 30 ساعة. 30 ساعة كل ويك إند 15 ساعة بيكون عمل الباكج 30 ساعة. لأب شرب الخشان مسؤول دائرة التنشئة باللجنة الأسقفية لرعوية الخدمات الصحية بلبنان بدي أشكرك كثير. أشكركم. على حضورك وعلى كل التفاصيل اللي أعطيتنا إياها. كل الوقت اللي أعطيتونا إياه لتليفون. وجبتنا طبعا على أمل الأشخاص المهتمين طبعا يكون في لهم اتصال مباشر فيكم ليتابعوا هيدي الدورات ومين بيعرف يمكن كمان يكملوا بالدبلوم. شكرا لك. ونهار مبارك. ميرسي. مشاهدينا من فقرة أجندة رح نروح نحن وياكم لفقرة زاست بعد الفاصل ولكن طبعا بهمنا نشوف شيف نادين شو عم تبلش تحضرنا. صباح الخير شيف. بونجور أنا. كيفك اليوم؟ سافا الحمد لله. عرفت انه في سلاد. مزبوط. بتعرفي هلا جاي رمضان وهيك فحابين نبلش نعطيهم افكار جديدة لمشاهدينا شو انواع سلادات الاوريجينال شوي نطلع شوي من الفتوش العربي وكذا فاليوم بلشنا نمشي على الشمع يوم بدنا نعمل شمالي سلاد. اوكي فهلا بعد شوي بنخبرهم للمشاهدين شو في بقلبه. يلا رح نكون ناطرينك لحتى نعرف شو شو المكونات واكيد كيف الطريقه يلي رح تحضري فيها هيدي السلاد ولكن بعد الفاصل الاعلاني. تابعين سوا مشاهدينا وفقرة زاست مع شيف نادين.
جديد. صباح الخير شيف. بونجور. بلشنا تحضير 100%. اليوم بدنا نعمل شنالي سلاد. اوكي هي سلاد هيك المكونات تبعولها غريبه كيف انه متمشين مع بعضهم يعني بتمنهم غريبين مانهم غريبين بس حطينا كذا شغله هيك اول مره بنشوفهم مع بعض. اوكي فخلينا نخبر المشاهدين من شو هي مؤلفه. نحن بدنا نحط لها البعض يعني الاشياء اللي بتبين فيها اللي بتعطيها شويه هيك اهميه اللي هن الكراب والأفوكا وصبر الدجاج. أنا بلشت أقليه بالسيزامي أويل يعني زيت السمسم. أوكي هلا بس أقليهم لصبر الدجاج أكيد بكون قبل غسلت وملحت وبهرت. أوكي بدي أجي أحط ورشستر شاير عليهم يعني بدهم ياخذوا شوية طعمة الورشستر شاير. أوكي فليفلة حمراء طبعا وميس هون كمان بنلاقيهم من مكان. عنا التومات سوريز عنا الكروتون. اليوم بدنا نقول للمشاهدين كيف نعمل الكروتون بقلب البيت مش إنه نضطر نشتريهم من برا. الصوص اللي بدنا نعملها مع هيدي السلاد هي الصوص بلساميك يعني احنا بحاجه لمايونيز لخل البلساميك لزيت زيتون ملح وبهار ابيض. اوكي وصد الدجاج احنا اوريدي بلشنا. هلا بالنسبه للكروتون بلشنا عم نقليه مثل ما قلنا عم نقليه بزيت السمسم. اوكي هلا ناطرته حتى يجهز. بهالوقت رح نخبر المشاهدين كيف بدنا نعمل الكروتون. الكروتون بنجيب خبز البان دومي يعني التوست العادي العادي منشل اطرافه من كل الميلات. شكلها هينة. اوكي هينة ما بدها شيء بس لانه هلا المشاهدين معقول يقولوا انت بقول انه فد مره بنجيب التوست محمص عادي. التوست المحمص العادي اذا بدنا نكسره ما بيطلع شكله مظبوط 100% ما بيطلع شكله بتفكر هيك بين ايدينا 100%. فمشان هيك مضطره انه اجيب التوست طري وبقطعه هو طري كيوب صغار مربعات صغيره 100%. خلينا نشيل هيدي. ليش بشيل الاطراف؟ لانه الاطراف بيعدموا بالتحميص 100%. هذا نفس شكله ثقيل شكله 100%. فهلا قطعناهم صاروا كيوبس. بنجيب صينيه بنحط بقلبها مواد دهنيه. أوكي. عاده بنحط بقلبها زيت كيف كانه يعني بنمسحها بالزيت ولا بنمسحها؟ لا بنمسحها بالزيت يعني ارجع بس حتى الحبه الزعتر اللي بدي رش عليهم او الاوريجانو تلزق. اوكي على الخبز. اوكي من كل الميلات نرش عليهم. هلا هون بنصير نقلبهم نحن من كل الميلات حتى يشربوا شويه زيت. أوكي. ما بدي كثير على الميلتين 100%. برش عليهم الزعتر او الاوريغانو او الحبق. هيدا الشيء بيرجع للمشاهدين بس اصلا انا بحب الزعتر عليهم بعتقد بيعطيها نكهه اكثر بيعطيها نكهه طيبه. والزعتر اللي مش انه زعتر عادي الزعتر اللي نحن بنكون متبلينه يعني بيكون في بقلبه سماء وسمسم وكل شيء. اوكي يا حوي هيدا الزعتر زعتر البيت يعني زعتر البيت طبعا منقوش. اوكي فبرش عليهم شوية زعتر وبدخلهم على الفرن حتى يتحمصوا. هلا بقدر المشاهدين كيف طلعوا. انا ولا اهين من هيك ما بدهم شيء. اوكي هدول الكروتو بنسميهم. قد ايه بدهم وقت بالفرن؟ ما بدهم شيء انجا 3 دقائق اذا الفرن حامي اكيد بس بدها تكون النار من فوق ومن تحت. اوكي حتى ياخذوا لون على الميلتي. وانا عم ولا هلا رح حتى انا بقلب الفرن. هلا بالنسبه لصدر الدجاج يا حيرة انا عم بتقلبهم لانه بلش شوي يستوى من الميله. مزبوط بهالوقت رح بلش انا والمشاهدين نعمل الصلصه. اوكي لكن احنا بحاجه للمايونيز بحاجه لزيت الزيتون لخل البلساميك ملح وبهار ابيض. اوكي هلا زيت الزيتون انا بدي منك شغله بس بشيل زيت الزيتون شوي يلا فوق المايونيز. مزبوط نحن عم نحرك لحتى ما تكتل معنا الصوص. هلا فينا الصوص البلساميك نعملها كمان بلا المايونيز. اوكي بس هيدي السلاد اكثر صوص بترح لها هي هيدي الصوص. بعدين تطلع اسمك بتطلع 100% وبتمد معنا اكثر. بعد شوي. اوكي هلا بدنا نضيف خل البلساميك
كمان بنفس الطريقة. بس ايه بس ما بتضيفون الا ما المايونيز حسوا اخذ بعضه 100%. اوكي هلا صار فينا نضيف. لونه رح يتغير رح يصير لونه غامق على مزبوط. هلا هون كمية الملح والبهار الابيض مش بالضرورة تكون كتير كبيرة لانه البصاص مالح لانه البلساميك 100%. خلي البلساميك اوريدي في بقلبه. كترت ولا صبا؟ لا صبا. وطبعا بنضيف من شوي شوي نرجع بنذكر لحتى الصوص تصير اوموجين. هلا بعتقد فينا نعمل نوعيتين صوص يعني يمكن في اشخاص ما بحبوا البلساميك 100%. هون ساعتها فينا لانه فيها دجاج فينا نعمل الصوص مية وليمون بس بنضيف له ثوم. اوكي اوكي هلا هون انا عم قوي تحتهم شوي صغيره رح ضيف بعد شوي الورشستر شايف. نعم طبعا هيدا صلصتنا معنا وقت ما في مشكل. اوكي هلا خلينا نبلش بالبرزنتاسيون تبع الجاد تبعولنا. يلا حطينا خس الايسبرغ اوكي وزينا على الدواير فينا نستعمل الخس اللي نحن بدنا اياه. اوكي اوكي نرجع من بعد خس الايسبرغ بدي احط المايس علي رح استعمل ايدي لانه رح يكون ايه طبعا نفسك فوق طبيعي بدي يكونوا لايرز. ايه مزبوط يكونوا لايرز بس شو رح يصير هلا باخر طبقه بدنا نحط الافوكا بميل الدجاج بميل والكراب بميله نقصهم يعني بدنا نقصهم 100% حرام 100% برجع بحطه على الوجه. اوكي فاذا هيدا المايس اصعب شيء الشغل بالمايس. ايه افتح العلبة تغسيها بتصير جاهزة مزبوط 100% واسرع شيء يعني يلا فليفلة حمراء. ليش حطيت فليفلة حمراء؟ لانه المايس اوريدي اصفر والخس اخضر فجبت الفليفلة الحمراء. فيكم مشاهدينا تستعملوا الفليفلة اللي انتم بدكم اياها ما في مشكلة. بهالوقت رح نشوف المكونات. اوكي فاذا خس ايسبرغ اول شيء جانا حطينا خس لزينة على الدواير فيه يكون مو فيه يكون اخضر ما عندنا مشكل فيه. جانا عم نضيف المايس. انا ما حبيت حط كميات لانه حسب نحن قديش كم جاد بدنا نعمل. اوكي فمايس وبتعرف عم نحكي عن هيدا بتعمل عنا كثير بتعمل 8 اشخاص. هيدا جاد اللي انا عم بعمله هلا بتعمل تقريبا 8 ل 10 اشخاص مدعوم خس يعني. اوكي ومدعوم خس عم بعمل مثل المطاعم. اوكي هلا لقينا خس مايس فليفله حمراء. اوكي من بعد الفليفله الحمراء بدي اضيف الافوكا. اوكي الافوكا بحط له حامض حتى ما يصير حتى ما يصير وكمان بيعطي جوز زياده صح. اوكي اوكي من بعد ما احط الافوكا بدي احطهم على ميله وحده بدي ارجع احط الكراب على الميله الثانيه. هون الكراب اكيد بنجيبه فروزن بس حتى يفرست معنا بده يكون حلينه يعني شايلينه نحن من الفريزر حاطينه بقلب البراد حتى يساعدنا انه يصير هيك جوليان كيوبس ولا هيك أكثر. فينا نقصه كيوبس بس هيك اجمل بالجات يعني شكله بيطلع اجمل. هلا هون انا صار فيني رنا زيد الورشستر شاير شو ما شو طيب هالصوص. يا نرجع نذكر المشاهدين انه قليتهم بزيت السمسم. اوكي بدك الجو تبع السمسم يعني بدي الجو 100% بدي الجو تبع السمسم بقلب الصوص. اوكي بقلب حتى يكون بس شوية بهار ابيض بهار ابيض وملح ملح 100% لان الصوص اللي بدنا نزيده بدها تعطيها نكهة اضافية. اوكي وهون لون الدجاج على الورشستر شاير رح يصير على بني. اوكي يعني كمان لونه كمان لونه بصير اجمل ما يكون صدر الدجاج عادي مسلوق ومحطوط. اوكي هلا رح ننطرهم للدجاج لحتى يستوى على الاخر. اوكي لياخذوا بعضهم 100% خفف النار. الكروتون يلي حاطينهم بالفرن من الكروتون تنشوفهم كمان وين صاروا.
اوكي بلشوا يجهزوا بدون ان مينوت تقريبا. ما الكروتون الكروتون لا ما هو لانه مدور الفرن بنفرغناهم قبل ما الكروتون بدهم يطلعوا معي هيك. هلا انا اول ما وصلت حطيت صينيه بقلب الفرن اوكي حتى فكرت انه بركي ما معنا وقت كثير هيك بقدر استفيد. خلينا نبلش بالافوكا. فاذا كنا نحط يا زعتر يا اوريغانو يا زعتر يا اوريغانو يا حبق ما فينا نحط الاثنين. فيك تحط الاثنين. هلا انا مثلا بدي رش اوريغانو عليها بعد ما تخلص اوكي بس لاني بدي رش اوريغانو حبيت طعمه الزعتر تكون موجوده بيها. فاذا المايز والفليفله بنحطهم مع بعضهم تقريبا مزبوط. بس الافوكا رح يكون لبحر بميله للدجاج بميله والكراب لبحر 100%. طماط سوريز للزينه رح تكون طماط سوريز رح بتكون للزينه صحيح. نذكر انه الافوكا بنحط له حامض حتى ما يسود. حتى اذا قدمناه تركناه على السفره ما بيغير ما بيغير. هلا هو بس انه بدنا ننتبه انه اسرع من غير اشياء بينتزع. وهي هي سلاد شو فينا نقدم الدجاج فيها سخن شو اطيب شو احسن. اوكي اوكي يعني الافضل انه بنحضر الجات اذا بدنا من قبل بوقت نترك الافوكا والدجاج للاخر. هلا اوكي انت قولي لي بس يصير بدك انا شهر هذا اول ميله الافوكا صحيح. بعدين صرفينا نتفتح الدجاج ايه فينا نتفتح وفينا نطفي الفرن على الكرتون كمان يلا نطفي انا بكل ثقة منطفي لا خلاص عرفت وين القف بس انت حليت الزر اوكي فوالا خليني اشيلهم انا عشان شكله مشهي يلا شو قرو سخن اوكي بشيلها سخن ايه اكيد حي الكوتا هون اوكي فوالا هذا النصيحة انه تنعمل بالبيت لانه عجد كتير هينة كتير هينة ما بدها شيء. على فكرة فينا نقدمها كأبريتيف مثلا ساليزون بس بدنا نقدم شيء مع الكيس ايه اوكي نفس الطريقة بس منجيب البات فيتي منقطعها ومثل ما قلت لك انا البات فيتي بحاجة شوية زيت بس حتى تشرب الزعتر تشرب عليها زعتر تحطيها على الفرن. فينا نقدمها كمان هيك مع المشي للضيوف اللي جايين لنا اوكي اوكي فاذا هلا بعد الدجاج لازم يكون سخن ايش انه منتظره ليسقع لا ضروري انه يكون سخن هو اطيب انه يكون سخن. هلا رح احط الدجاج حتى الورشستر شاير هيك بتعطيه ريحه وطعمه غريبه 100% وعلى فكرة هاي السلاد لنا فينا نستغني عن شي معها يعني بتشبع فيها اوريدي البروتينز المطلوبين عرفتي مش انه بس فايبرز يعني فيها دجاج فيها الكراب فينا نتعشيها عادي يعني مش بحاجة لطبق حتى 100% اوكي فاذا اول قسم افوكا ثاني قسم دجاج صح هلا الكراب مثل ما قلت انه كل شغله بميله فرجيهم كل الميلات كيف عم بتكون وهينه وهينه ما بدها شيء 100% طيبه وعندنا شيء جديد منا شيء جديد صحيح غير الخس والبندوره والخيار صح السلاد المفضله عندي ليك هو انا كمان عن جد سبحان الله على العربي على طول على الاسرع هذا ايه هلا هيدي بدها شويه شغل يعني انا الشغل اللي فيها بس خبريت الدجاج يعني ايه بس مش الشغل الثقيل يعني بده كثير وقت 100% فاذا هلا البندوره رح نزين فيها ما بدي كتر بندوره مش مستحبه كتير مع الدجاج بس انه هيك تعطي زينه
اوكي لانه الاحمر من تحت اختفى تقريبا. صحيح مش يعني الفليفله والميه ما بقى منشوف، ما بقى منشوفهم كثير 100%. فهيك على الدواير نحط البندوره والكروتون اللي اوريدي حضرناه. هون بدك نحط الجديد هاي السخنين بس ما بدي السخنين كثير احنا مثل بعضهم. الكروتون ذكر المشاهدين انه حطينا عليهم زعتر، فينا نحط يا اوريغانو أو يا حبق 100%. من بعد ما نحطه نرجع عند بدك ترجع قلتي لي تضيفي شيء ما هيك؟ شو هن؟ الاوريغانو 100%. اه اوكي بدي رش اوريغانو على كل طبق السلطة. اوكي هلا فينا نخلي مثلا كوتون على جنب اللي بده يزيد. اللي بده يزيد صحيح. اوكي فيه يكون على جنب بس هيك انه بتعطيها هيك انه شيء غريب. فيها نعمل صوص غير البلساميك معه بس البلساميك بترحلها لانه فيها ورشستر شاير وهيك على على هيدا البو يعني. وهيدا سلطتنا صارت جاهزة وي بس بعدنا قصها الأوريغانو. يلا رسم إليك شيف شكلها عجب بشهي. وخاصة على الدجاج والأفوكا. فإذا عم نضيف الأوريغانو هيك بتكون السلاد صارت جاهزة. صارت جاهزة اوكي ثانك يو لك شيف. اهلا وسهلا رنا ان شاء الله هيك يتحمسوا المشاهدين يجربوها. عن جد جربوها مشاهدينا كتير طيبة هيك بالصوت والصوت بنخليها حبة طبعا لحتى طبعا اكيد اكيد بكل اكيد 100%. ميرسي لك اهلا وسهلا رنا بنشكرك كثير واكيد برجع بنشوفك الاسبوع هيدا الاسبوع اكيد نهار الاربعاء ان الله يرضى. رح نضل متابعين سوا مشاهدينا بإطار برنامجنا. بعد الفاصل الإعلاني رح نروح لفقرة دانيال أوفر مع الزميلة شادي وضيفه عمر. صباح الخير شادي. صحيح رنا بعد الفاصل رح يكون معي ضيفي عمر أباني وهو مؤسس فرقة أشكمان للراب والجرافيتي. رح نحكي معهم عن جرافيتي انعملت أوماج لصبوحة الشحرورة ورح نحكي معهم فن بالمجمل إن كان عن الجرافيتي إن كان عن الراب اللبناني او ان كان حتى عن الموضة يلي الاحرف هي اساس في كلها. تفاصيل مع عمر. قالوا لعمر ان شاء الله بعيش 100 سنة لحتى يسموه الصبوحة والجرافيتي يلي عامله عن جد كتير حلو واكيد رح انتبهكم بهيدا اللقاء بعد الفاصل الاعلاني. نرجع لحتى نتابع صباح لبنان. مشاهدينا صباح الخير لكم وين ما كنتوا عم تترافقوا معنا. اكيد ما تنسوا انه صباح لبنان متابع كل يوم من 9 ل 11 ونص وايضا حلقات خاصه لشهر رمضان الكريم. فانطرونا مفاجآت لكم وفقرات خاصه وصبحيات خاصه مثل دائما عبر صباح لبنان. رح نحكي فن، رح نحكي فن بيحول الحجر الصامت لحجر متكلم، لحجر في احساس، في رقي، في فن اصلي. كما انه رح نحكي فن غنائي من نوع اخر ورح نحكي حرف كيف ممكن يمزج لحتى يعمل رسالة والاهم من هيك يعمل رسمة. كلها تفاصيل مع عمر أباني. بين الراب والجرافيتي قرر عمر وخيو أتوم محمد أباني تحويل جدران بيروت لمتحف من خلال رسوم بتحكي حكايات المدينة وأهلها ونجوم بيروت ونجوم لبنان. آخر هالأعمال وبتحكي عن الأعلام، ما غلط أبدا بالكلمة، أعلام من لبنان، لوحات تكريمية. هاللوحة هي لراحلة شحرورة صباح بمنطقة مرمتر بالأشرفية بحروف عربية قديمة، كتب من تحتها بدي عيش للمية ليسموني الصبوحة. رح نحكي عن هالموضوع تحديدا وموضوعات اخرى. ضيفي مؤسس فرقة اشكمان للراب
وايضا للجرافيتي عمر اباني. صباح الخير. صباح النور. شو اخبارك؟ الحمد لله ماشي. يعني ما في احد مؤسسي في خي الطين معي. اكيد انا بدي اقول لك ما في قصه. بدي اوجه تحيه لمحمد اللي عم بيتابعنا كمان بدبي او بدبي او بقطر. تحيه لإله لان ما فينا نفصل هالمنهج الفني اللي انتم ماشيين فيه ان كان بالراب او ان كان ايضا بالجرافيتي. خلينا انطلق من اللوحه التكريميه لشحرورة. قبل ما نحكي عن جماليتها وعن قد ايه اخذ الضجة على السوشيال ميديا وبلبنان اول ما انتهت هالعمل، تم التحضير له بمراحل كثيرة، قد ايه كان لكم عم تحضروا قبل للعمل؟ الفكرة اجت من شي سنة ونص تقريبا لورا. عملنا ميوزك فيديو بكلمات ميوزك فيديو والراب تبعنا كتبنا بدي اعيش للمية بس ليسموني الصبوحة. من وقتها نحن كنا عم نشتغل على نكرم كل فنان كبير راحل او بعده طيب بالبلد. يعني كرمنا وديع الصافي، نزلنا عملنا جرافيتي كتير كبير على تبعيوس. ذهب صافي. ذهب صافي. مين ما قرد ذهب صافي؟ بيور جولد او ذهب صافي. وكرمنا فيروز، كتبنا من قلب سلام لفيروز طول بعمره. وبنفس الوقت لما كنا عملنا فكرة صباح من زمان، لما صارت لما توفت ما حدا كرمها مثل العالم، ما حدا عملنا شيء مثل العالم، وما في احلى انه تحط لها صورتها كثير كبيره على الطريق وملونه ومشعه وكرمناها بهالطريقه. يعني وقت الحال يعني عكستوا اغنيه، يعني كلمات الاغنيه اغنيه دائما ايجابيه، لانه شحرورة صبوحه بضحكتها بايجابيتها بحبها للحياه كانت دائما ايجابيه. خبرونا عن اختيار الصوره، يعني هون اختيار الموضوع كان فارض حاله. نعم. ولكن اختيار الصورة، اختيار الألوان. نعم. هون كيف هالتفاصيل حددتها مع محمد؟ بالآخر كل شيء إذا بدك ألوان بوزيتيف، كل شيء يعني الأخضر والذهب الأصفر بنشوفهم طاغين. مزبوط. هي كيف التونوسولت أو كيف لما تلاقي شو اسمه دوار الشمس بيفتح هيك، نحن يمكن شفنا إنه وردة عم تتفتح وراها الباك جراوند، الأحرف العربية، الألوان الفاتحة الفاقعة اللي بتجذب العالم بالآخر للرسمة. يعني صحيح. نعم. لقيتوا صعوبة بالتنفيذ هاللوحة؟ صرنا تقريبا تعودنا على الموضوع، صرنا 15 سنة تقريبا، صرنا من 2001. كل ما أكبر كل ما أحلى، كل ما ما بعتبرها صعب، كل ما غير تحدي لنا إنه ببعد هالحي بدي أكبر منه 10 مرات. أخذنا 3 أيام 10 ساعات بالنهار، علوه 12 متر و10 امتار عالي. شفنا عكس حال اعمال ورشه شاركناها مع المشاهدين، يعني شفنا السقاله اللي كانت مركبه. اذا بدي احكي عن اللوكيشن، يعني احترتوا وين بدكم تنفذوها؟ اخذتنا وقت كمان ننقي اللوكيشن، لانه بالاخر لما تعمل جرافيتي اول شيء اهم شيء تنقي اللوكيشن فيها العالم بيمشوا بيشوفوا. وبهالعصر كل عالم بتروح تمسك تليفون وتصور، هذا اللي بهمنا يعني. يعني بعد ما طلعناها للصوره بقل من 5 دقائق بلك انتشرت على معظم الانستغرام اكاونتس، بيج انستغرام اكاونتس، انتشرت وين ما كان، عالم عملوا الشير تبعي مش معقوله، وصلت ل 4000 لايك على الفيسبوك. يعني الطريقه مش معقوله انتشرت، كنا بعد ما عملنا شيء نحن، عرفت كيف؟ وصلت انه استضفتونا انتم على التي في معكم. اكيد. يس. عمر، اذا اليوم هالفن تحديدا، يعني وقت نقول جرافيتي، هالفن اللي عنده رساله بالمجتمع ابعد من الصوره او من المضمون يلي بنشوفه، قديش مهم اليوم انه ينمى اكثر؟ قديش مهم هالفن كمان يكون في رعايه له؟ يعني بتلاقوا صعوبه لما تقرروا ترسموا على جدار معين او بمكان معين تاخذوا ابروفل، كيف بتصير البروسيجر من هالناحيه؟ مثل هالبروجي كان في دعم اكيد من سبونسر بيري، دعمونا كمان لانه بالاخر كثير مكلفة كل شيء، من السقالات للماتيريالز للبينت لكل شيء. وتاني جهة كان لازم ناخذ ابروفل من بلدية بيروت المحافظ، وكان كثير ساعدونا، كثير متقبل، كانوا متعاونين. كثير متعاونين معنا وحبوا الفكرة، انه بالاخر عم تكرم حدا من لبنان يعني. صحيح. ولازم تاخذ اذن لما عم حاطط سقالة على 3 ايام الا ما تاخذ اذن، لما يروح للراج وش يسألك يعني، بس لازم تاخذ اذن. ليك اول شيء كانت صعبة، بس مع عم نحكي من ارجع لورا 10 سنين لورا، هلا صارت مش انه حقول لك اسهل وكل شيء، بس انه
عم يسهلونا اياه لانه عم يعرفوا شو عم نعمل، عم يعرفوا مين نحن، عم يعرفوا رسميتنا، عم يعرفوا شو هدفنا بالموضوع. انه مثل ما قلت بالانترو تبعتك انه عم بدي احول انا محمد بمدينه بيروت لمتحف ببلاش، العالم بتتفرج على حيطان ملونه، لانه حيطان وقت تكون بيضاء بتكون خرسه ما بتحكي معك، عرفت كيف؟ وفي كثير بلاد حوالينا ما فيها جرافيتي لانه ممنوعه، لانه منا مسموحه. لبنان الى حد ما عم يسمحوا انه عم نسمح لهالشيء بطريقه كبيره وطريقه هيدا، وعم ناخذ انيشيتيف لنجمل مدينتنا. بتعرف شو المميز يعني انتم معروفين، معروف مين الاشخاص يلي خلف هالجدران المتكلمه الملونه؟ بنشوف مثلا عالميا بانكسي يلي بيترك اثاره، ما بنعرف مين بانكسي، بعده هاللغز يلي بعد ما انحل. قديش اليوم كمان من هالانترناشنال يعني ليفل يلي عم بيقدمها بانكسي، كمان انتم بكون عندكم طوق انه تطلعوا لخارج لبنان، انه تكونوا كمان عم تنتشروا بخارج الاراضي اللبنانيه. نحن اوريدي عملنا عده معارض وعملنا عده ايفنتات برات لبنان، ولكن كجرافيتي على التراث، كجرافيتي على التراث يعني قد ايه كمان عملكم يعني اكثر واكثر يكونوا موجودين بيوروب وين ما كان. هدفنا اكيد العالمي، كل شخص بيحب يطلع برات بلده، مش ليطلع لحتى ينتشر اسمه ويمثل بلده برا، وهذا الشيء عم نعمله. يعني بلشنا تحضير اول، يمكن اول مره بقول على الهواء، اول معرض سول الاشكمان بجسد 15 سنت شغل، شو عملنا بكل شيء ستريت ارت سول اكزيبيشن. متى رح يكون المعرض؟ مفروض اخر السنه. لوكيشن بلبنان اكيد. عم نشوف بلبنان وكمان ببلد ثاني، يعني ما مش حعمل بس بلبنان، وحيكون شيء اكيد حيعمل ضجه، لانه ما بنقبل غير ما يعمل ضجه. واكيد لك عصير بانكسي عم يلعبها بيرسونا، يعني هيز بابليك فيجر، ما حدا بيعرف مين هو، بس كل ما بيكون لغز اكثر كل العالم بيشتروا او بحبوا يفتشوا اغراضه. نحن كاشكمان قصتنا غير، لانه عبر موسيقى الراب او كنا نطلع كونسرت نطلع تي في انترفيوز، عالم عرفونا. هيدا هيك صارت. وين بدي اوصل؟ رح نحكي عن الراب، ولكن قبل بدي اتوقف يعني مش كثير بعيد عن الايقونه الصبوحه يلي كرمتوها مؤخرا، كمان بنشوف الذهب الصافي للعملاق وديع أصف حتى رح نتشارك مع المشاهدين بالجرافيتي يلي رسمتوها. شو كان هيك يعني مثل ما صبوحة كان التورنوسول أو هالهدف مع الذهب الصافي، كيف اشتغلته بأي طريقة؟ هو بس بدي أقول أول شيء، دايما نحن كأشكمان معروفين مستعمل الخطوط العربية القديمة، صرنا نتعلم خطوط عربية، الديوان النسخي الكوفي السنبلي من فوق 8-9 سنين، ولما تحطها على الحيطان بطريقه جديده بتجملها اكثر، يعني كخطوط عربيه. على سيره ذهب صافي، بعد ما توفى ثاني نهار، بتذكر كان جمعه او خميس توفى، نهار احد نزلنا الصبح، منطقه كثير فيها عجقه، بس نحن كنا عارفين حالي معنا عم بعمل شيء لجلسه حدا معروف. الفكره كلها نحط صورته على كبير وحط جمله ذهب صافي، هي لها اما شيء هي ذهب صافي بيور جولد او ذهب صافي، يعني وديع صافي رحل، هذا اللعب بالكلام وهذا هي بالاحرف عربيه ممزوجه ببعضها اكيد. وقلت ايضا في كمان تكريم لسيدي فيروز من بيروت، من قلب سلام لبيروت، من قلب سلام لبيروت، وايضا لوحات ثانيه خلينا نترافع فيها رح نشوفهم على الشاشه. وهيك بدي تعليق منك سريع على كل جرافيتي عم نشوفها. من قلب سلام لبيروت فيروز عكبير، كمان كلي جرافيتي خط عربي، هذه بمنطقه هذه مكتوب هيب هوب، بس اتحدث الهيب هوب العربي، هيب هوب العربي مزبوط. اشكمان كمان اشكمان، من وين طلعت الفكره ليه اشكمان؟ كيف تلفزيون لبنان بيور لبناني، اشكمان بيور لبناني، بيور لبناني بيجي كلمه بيور لبناني يعني. هون عم تشوفوا جرافيتيات، اذا بدكم نعمل عدد ستايل من جرافيتي بيور جرافيتي لكالي جرافيتي، هو كيف صباح ووديع الصافي، يعني هو بيخلط الخط العربي مع الهذا، هون بيور جرافيتي يعني خط ال كل هيك منفخ، خط العربي المنفخ شوي بس كله بالعربي اكيد. هيدي وانا وحده اكثر شيء بحبها لجراندايزر، بطل طفوله مكتوب لن يموت شعب لديه جراندايزر، هو دائما اذا بدك في لاين او في جمله وبتوصف ال يعني هو جزء من تلفزيون لبنان بهال طفولتي كلها قضيناها على تلفزيون لبنان، ما كان في بالاخر الثمانينات كان في كابتن ماجد، كابتن ماجد جراندايزر جنجر، بتشوفها كثير بشغلنا، يعني اكيد طفولتي ما كان في غير، يعني كان في ملجا تلفزيون لبنان يعني للاسف، بس بتشوف كل شيء هذا العشرين اذا بدك بحاول جسد الطفوله الحلوه، مش الطفوله اذا بدك الملجا وكذا، لانه
بحب دائما فرجي دائما اجي فرجي الايجابيه الحلوه الصوره الحلوه بالاخر هذا الشيء مورجي وين ما كان يعني بجراندايزر بكابتن ماجد بتشورتاتنا وين ما كان صحيح بتضحك يعني بتضحك الشخص اللي رح نشوفه على الهواء هذا خيطتهم ابدا منه بربع ساعه هذه ورا الجرافيتي الكبيره كمان لجراندايزر كاتبين بطل الشعب بتتفقوا دغري بالتحضير للافكار او في حدا هيك بيكون اكثر من الثاني لا كثير كيف في اول شيء تلباثي يعني كثير افكار تورد افكار مشتركه طريقه مش معقوله يعني هو مسافر برا او كم سافر برا ببعث له واتساب او ببعث لي مسج او ايميل انه ليك شو رايك بالفكره بكون انا قريب بفكر فيها هالشيء كثير بيساعد وبالاخر قدرنا بربع ساعه بس انه تخرجنا نفس الشيء ثلاثه درسين جرافيك ديزاين تخرجنا من زمان طبعا مقولة أكبر منك بربع ساعة أفهم منك من هاي لا لا أوقات هو أفهم مني أوقات أنا أفهم مني بحسب بأكثر أوقات أنا بساعد أو هو بيساعدني عندك يعني أشكمان طورت وكبرت بطريقة سريعة لأنه مش شخص واحد مش شخصين بيتفينوا على ساعة أسرع بكثير يعني أكيد تحية كبيرة لمحمد خيك أتوم إذا بحكي شوي عن راب يعني أديها الفن مكمل للجرافيتي وأدي اليوم بعد بتحس بالمجتمع اللبناني العالم عم تتقبل الراب بالعربي ليك وتبلش الأشرة مان مأثرين كثير كنا بحضارة الهيب هوب حضارة الهيب هوب يلي بلبة تحت الراب الجرافيتي البريك دانس كل شيء خاصه بفن الشارع ستريت أرت كل شيء فن الشارع مزبوط أخذنا منه موسيقى الراب وكان بالعربي والجرافيتي بالعربي كموسيقى راب اول ما بلشت كانت صعبه بس هلا اكثر واكثر لانك تيفيات عم بيطلعوا ليك لما الميديا تهتم بشيء فن معين بتطلعوا على الـ على الـ على الضوء بتسلط عليه الضوء العالم بتهتم فيه اكثر ساعتها السبونسر بيجوا اكثر ساعتها بيعيش اكثر نفس الشيء موسيقى الراب يعني بتشوف مثلا كل البروجرامات اللي Arabs Got Talents نيو تالنت صار فيهم في بتشوف هذا في موسيقى راب عربي عم بيقدموا العالم والجادجز عم يهتموا فيهم يعني بلبنان عم تكبر شوي شوي وبحسها بعد بدها بس تكبر يعني لما وين ما بلشت ببيروت مثل كل فن بده وقت لحتى العالم تهضمه وتتقبله بلشت يعني بلشت بالسبعينات باخر السبعينات بامريكا نحن بلشت باخر التسعينات تقريبا بس لا انت قايل بانترفيو قبل انه نحن سابقينهم سابقونا ليش لانه بلشت عنا انا بقول الجرافيتي والراب بلشت عنا لانه عطلوا ليبان كمان كنا نحضر زجل وكنا نعتبره نوع من نوع موسيقى الراب وكنا نحضر الدبكه وكنا نعتبره نوع من نوع البريك دانس الرقص هذا عن جد بلشت عنا ما مكسر عن جد مظبوط عكس حال لحتى تصديقا على كلامك وحتى كمان لأوماج للصبوحه يلي هي الاغنيه يلي هي مكمل للفن يلي قدمته للجرافيتي تحيه لروح شحروره صباح اغنيه دائما ايجابيه مزبوط. رح نسمع مقطع منها ونرجع نتابع حوارنا حمراء ولعت عن جد بتجنن الاغنيه الكلمات ايضا جريندايزر وين ما كان وين ما كان ما في مجال بطل طفوله بطل الشعب دائما بقول اذا بدي اجيب انا بجيب ما حفي كثير بوليتكس بس اذا بتجيب حدا قائد لانه بجيب له جريندايزر هو بخلصنا من كل هدول الاشرار الحوارين يا ريت يعني مثل ما بقولوا مثل ما كتبوا بالسبب عمر على كل حال انتم صغار يعني الوالد كان يربيكم ويسقفكم ان كان من خلال شعر يعني نزار قباني او حتى عمر الزعني وهون تطورت يعني صارت الكلمات اللي تكتبوها خواطر صارت اوافه والاوافه صارت اغاني والاغنيات ترجمت جرافيتي والجرافيتي صارت فن والفن صار لبنان بحد ذاته يلي حامله فن يعني مميز فن ما بيشبه شيء تاني أداها تأثر بالطفولة منها ناحية يعني مع الوالد مع هالتربية يلي ربيكم إياها أكيد الوالد الله يرحمه كان كثير شخص يقرأ لنا شعر يقرأ لنا كتب سياسية كان يقرأ لي أكثر شيء مثلا لما يحكي لي مثلا أشعار نزار قباني أو هو عرفنا على عمر الزعني فرجينا كيف الفن الانتقادي من هون عن جد صرت أعرف كيف إذا بدنا نكتب موسيقى انتقادية عبر هالشيء الفرجيني الوالد أكيد تطورت مع الوقت وتطورت أكثر وقتها كنا نروح من المدرسة من البيت للمدرسة بالتاكسي واسمع الشوفير تاكسي عم يشكي همه انه كيف ما قادر يدفع قسط للولد كيف الوضع هون كيف كذا نحن كنا نكتب كانت نوع من اليوميات وبي كان دائما يقول لي اكتب يومياتك ما بتعرف وين بتصير شيء محل
وين يتحول يعني بتزيد القافية بصيروا شعر، زيد البيت بصير موسيقى تراب. نقلته هم الشارع على كل حال مزبوط. للفن اللي عم بترجمه إن كان بالموسيقى والغناء أو حتى بالراب يعني مزبوط. وأيضا بالجرافيتي مزبوط. وكمان أنتوا بالفاشن اندستري مزبوط. يعني التي شيرتس اللي بنشوفهم كلهم عليهم جرافيتي وحتى التي شيرتس اللي لابسها هيك إذا فينا نفرجيها على مزبوط. على الهواء شوف الهلمت تبع 300 هون مزبوط مع. ومكتوب الخيل والليل والبيضاء تعرفوني للمتنبي والصيف شرمح والقمر بس الفكرة وراء الفاشن كيف فتنا فانشن اندو فاشن إنه كان بدنا نحن فنانين اندبندنت مستقلين ماني مقدر على شركه انتاج ماني ما في حدا يدعمني غير شغلي فالفكره التيشيرتس طلعت او الكلوذنج لاين ورا انه كان بدي منتوج اقدر ابيعه لاقدر امول الموسيقى ومكمل على كل حال نفس الهويه مزبوط بالعربي لانه بالعربي والعربي القديم مع اخر قصص لبنانيه قديمه من جرين بايز دائما من قصص بيروتيه قصص لبنانيه قصص خاصه بحضارتنا بشكل عام وكله مكمل لبعضه على كل حال وقت كل شيء عالم بيشوفوا اذا كانوا جرافيتي بالعربي ولا جرين بايزر على الهواء ما في بدنا نختم معه بطل الشعب بطل الشاشه العربي بطل الشعب بيبلز تشامب هيدي تحية لشنين سامي كلارك كمان يعني اغنيته طبعا جرين بايزر تصورت معه وكذا تصور شفته بدبي من شي سنتين تصورت معه وحضرته تي شيرت من يومين سمعت الاغنية معظم على جد كان عم بغنيها لجرين دايزر بطل الشعب لانه بيوصل لك هذا جرين دايزر وعلى امل انه الفن اللي عم تقدمه يكون بطل الشارع لانه بالنتيجه هم الشارع هو يلي بيرقى على كل هم سياسي يلي هو تفصيل ومثل ما الرحابنة بيقولوا اذا الملك راح بيجي ملك غيره ولكن اذا الوطن راح ما في وطن غيره والوطن بيبدا من هم الشعب من الشارع شكرا لك عمر قباني بدي حملك سلام لخيك محمد وصل. وان شاء الله دائما بنضل نلتقى على فن جرافيتي راقي مثل ما قدمت تحية لشحرورة صباح شكرا لك شكرا لك مشاهدينا بريك صغير بيصلنا عن متابعة القسم الأخير يلي من خلاله our fashion expert سارة كيروز بتستضيف جون شارل زكريا لحتى يحكوا عن كولكشن جديدة يحكوا عن موضة يحكوا عن فساتين فصبايا اللي عم حضروا أعراسهم أو إيفنتات للصيفية فما قلكن إلا هالفقرة بريك صغير صباح الخير بتابع نو زابينج خليكن معنا مشاهدينا مثل ما وعدناكم قبل بريك بالاسم الاخير مع سارة كيروز او الفاشن اكسبرت رح يكون مع جون شارل زكريا يلي رح تحكي معه اكثر عن كولكشن جديده عن شو دارج لها صيفيه بالفساتين بالكولكشن للنسوين للسيدات للصبايا الحلوين يلي عم بحضروا حالهم لمناسبات او لاعراس فاذا من دون اي تاخير كل التفاصيل مع سارة كيروز وضيفه جون شارل زكريا مصمم الازياء هاي جون شارل بونجور كيفك صباح انت كيف جود انا يوم مبسوطه لانه الفاشن سيجمنت فيري سبيشال لانه انت معي اليوم رح نكون عم نحكي عن يور نيو كولكشن مينلي هذا هو اهم شيء بدنا نحكي عنه بهالسيجمنت اليوم رجعت نبلش شوي انت اتس يور سيجند كولكشن ما هيك مزبوط اتس ماي يس So, hala, you're very fresh, donc new ideas. So, نحنا we're very, عن جد مبسوطين إنه أنت معنا. هلا, you're giving us new ideas. كيف عم بتكون هلا الفاشن؟ اللي بدنا نحكي عنه هي your spring summer collection. مزبوط. اسمها cloud nine. ما هيك؟ cloud nine. First هي تسعة فساتين. يعني nine. cloud nine. plus إنه cloud nine هو الشيء اللي نحنا عطول منقوله بالتعبير المجازي إنه وقت الواحد يكون كتير حاس حاله ب extreme happiness. بقول I feel like I'm in the cloud nine. فاعتبرت انه اذا كان الدرس فيتس مزبوط على السيدة اللي لبسته واذا كانت عندها السلف كونفيدنس المزبوطة الدرس كان لفت هير اب تو ذا كلاود 9 فمن هون كان التام من هون كان من هون استوحيت الكولكشن ومن هون نقيت اللوكيشن تبع التصوير وكل الالوان والخطوط يعني كله لحق هيدا الكولكشن صح انا وقت كنت عم شوف الصور هلا اصلا رح نبلش نشوفهم مع المشاهدين كنت عم شوف انه السيت واللوكيشن تبعك ما كانت عادي مش باستديو اخذت صور الكولكشن يلي انت عم بتقوله انه اخذت مود من ما هو من الفساتين للوكيشن كله بيلحق بعضه زي فوت بموضوع النيتشر وموضوع الشيء شوي سيرياليست رح نبلش نشوفهم سوا yeah. اوكي رح نشوف اول صوره رح نكون عم نشوفها هي اول شيء عندك يا انت الجامب سوت فوالا جامب سوت
هون حسيت انا في شغله انه كثير من نيتشر، يعني النقشه تبع الجمب سوت بتشبه كثير مثل الشجره اللي وراها، ما بعرف اذا انت كان بدك يكون هالقد شيء يشبه النيتشر. مزبوط، هو الكات تبع الجمب سوت. اول شيء الجمب سوت هي شغله كثير ترندي هلا، كتير شغلة ترندي ودارجة، وبلس انه التام اللي نقيته، يعني اذا بتلاحظ الباكراوند تبعها في الشجر مع الاخصان تبعها، هو ذاته النقشة تبع الجامسوت. صح، بالصورة اللي بعدها حكونا عم نشوفها كمان اخذت انت نفس النقشة من فوق بس كملتها كفستان اذا ماني غلطة. كمان اتس فيري فريش. الحلو فيه انه انت فوتت، انا باول وحده لقيتها فيري سكسي لانه كثير ترانسبيرنت. هو الجامب سوت، هو الجامب سوت يعني عامه للسيده الاجرق شوي من غيرها، لانه الجامب سوت هو بقولي بالجسم ببين كل الديتيلز، ايه يعني بيكون فكره. مزبوط، فبدها تكون هي عندها كثير جرأة انها تبين فيه، وبيكون عنده الجسم كمان مش من مكان فيه البس. فانت عطيت بلان بي انه اذا انا بس نكون مرتاحين اكثر في الفستان يلي هو بتجي من تحت كوتشيا واوسع على الجسم، سو اذا واحد مش بيرفكت بيقدر يكون عم يلبسه. بالصوره اللي بعدها، لانه احنا هلا عندنا 9 دريسز ما هيك، هلا ثالث صوره فيري اسيمتريك دريس. Exactly. Can you tell us more about it? أنا عم شوفه هون very sexy كمان. كمان بس هو هيدا الدرس في تحته تنورة يعني للركبة شانال إذا بدي. بس القط تبع البطانة الفوقانية يلي هي الجرين يلي شايفينها هي اللي كتير asymmetric، والصدر حتى وفيه شك كتير بس هم مش كتير مبينين بالصورة. كتير يعني كتير بيعطي للجسم إلان إذا بدك، لأنه عطوه بالأسيمتري بالكتات، وإذا كان من ميل لميل بيعطي إلان، بتبين الوحدة أطول، بتبين صح أضعف أمرار لحتى. صح، أصلا هنحكي عن الأسيمتري بعد شوي بعد ما نخلص عن الدراسس. ما هيك رح ننتقل لرابع دراس. رابع دراس أنت استعملته، أنا حطيته من ورا لأنه very interesting. كتير تشتغل على الباك تبع الدرس كمان، مش بس تشتغل من قدام، يعني هذا اللي لا أنا بدأت تفوت بدأت رجعت لا بس نورمالي عندك كتير كمان فساتين بيكون very interesting من قدام، من ورا very simple. انت كتير بتشتغل كمان على الكوب وتكون سكسي من ورا، يكون فيها شيء very sexy. وأجان الألوان كتير فرحة يعني للسبرينج سامر كولكشن، مستعمل انت ألوان very flashy. الألوان الألوان كتير إذا بدك قوية، يعني بتحسي حالك فريش، يعني انا هالصيف بالنهايه عرفت انه معروف بالشتاء الالوان اللي بنستعملها اللي هي الغامقه اللي كثير رايقه اذا بدك، فحلو امرار بالصيف نطلع شوي من الالوان اللي كثير معودين نلبسها عاده. يعني سيده بتكون معلقه على يعني الالوان الترابيه او الاسود او الشيء الباستيل كثير رايق، لانه هي معتبره انه انا ما بيلبق لي غيرها والالوان، بالوقت اللي معقول يكون في كثير الوان ثانيه بتلبق لها بس هي بعد مش شايفه حالها فيها. يعني ايه لازم يحضروا على يوتيوب كل الكونتنتس اللي عطيناها بحالها يشوفوا شو الالوان بيلبقوا لهم. رح ننتقل على الدرس اللي بعده. انت هون هيدا الدرس كمان انا اخذت لقطه اللي هي عم البنت عم تتسلى بالدرس. مزبوط. اوكي هو فالدرس it's very fresh, it's yellow, it's very nice. كمان هون انت فت بالباستيل بس بلا ما يكون بايخ. لا هو الاصفر اللي اذا بدك مش عارفه منك عارفه اذا كان اصفر او ابيض او اوف وايت عرفتي؟ صح. فوالشوارفسكي يلي فوق كثير عطى كونتراست معه للدرس، هو معمول من المسلين الحرير يعني فيه يطير بكل سهوله، بتحس حالها كثير سلكي فيه السيده. والكمام حتى اللي عليهم الشوارفسكي مع الصدر الشوارفسكي كتير عطا. ايه انا هذا كنت بدي لك انه في شغل كتير حلو بالبيار، يعني في قصص جاية سيمبل وفي قصص اللي شغلها انت شوارفسكي شغلها بنعومة كمان. مزبوط. مش انه شغلها وين ما كان شك. اكيد هو لانه يعني الحجر هو اللي بيفرق بالنهاية، انه عم تستعملي حجرة لحالة بتحكي اللي هي الشوارفسكي. صح. مع من حتى الاصناف اللي هي ما بتلاقيها بالهوت كوتور اساسا. 100% فالشوارفسكي لحاله بس ينحط بالقطعه او بالدراس لحاله بيعطي جمال. بيعطي قيمه. صح. هننتقل للوك اللي بعده. انت عامل هون كروب توب وسكيرت، كنا عم نحكي عنه بالحلقات الماضيه قد ايه على الموضه هيدا. مظبوط. كمان شغله كثير دارجه لانه بضعف الويست تبع السيده السكيرت خاصه، وكمان بيعطي إلان، وبلس انه الصدر لانه بيكون الكورسيه الكروب توب اللي هي كورسيه بتكون كثير ضابه، فكل شيء يعني كل شيء دافويات بمنطقه الصدر عند السيده كمان فينا نخفيها. 100% صح.
So it's very nice كمان كلوك مع كمان الجيب الفوندي المفتوحة كمان كنا عم نقول إنه بكان قد إيه بينت الجيب الفوندي مظبوط هذا الشيء كثير ترندي كمان صح بينت عندك قد إيه مستعمل القصص يلي هلا على الموضة فننتقل للي بعده اللوك اللي بعده أنت هون شغل mother and daughter exactly هذا الماتشنج يعني كمان كشغلة كثير صارت معتمدة بكل الإيفنتات يلي عم بتصير بين ال يعني بتكون الأم موجودة أو البنت أو حتى العروس والدنر تبعها السنة الماضية عملت دنر للبنت الصغيرة هالسنة حبيت أعمل ماتشنج بين المودل والبنت الصغيرة كمان لا تكون شغلة إنه سلبي بذات الوقت إنه البنت الصغيرة اللي عمرها سنتين لابسة دراس تول كوتور ومشكوك وبلالة وعرفتي يعني لابسة مثلها مثل المودل الكبيرة كمان شغلة فاني عرفتي بلا ما تكون تو ماتش يعني دراس البنت كمان قد العمرة يعني مش لابسة شيء سوبر سكسي حتى ملزوم تعال ننتقل للصورة اللي بعدها كمان it's a black dress يلي هو أكثر واحد حبيته بالكولكشن نيو كولكشن تبعك لأنه it's very classy بنفس الوقت طريقته كيف الكوب تبعه على الجسم مش معقول ما تكون بتلفت النظر لأنه بتحس إنه أوكي عندها شخصية البنت يلي لبسها هيدا الدرس لأنه classy بنفس الوقت هو أول شيء هو الأسود يلي ما فينا نطلع منه بولا كولكشن لا بالصيف ولا بالشتاء بلس إنه القات السيران يلي على طول بتشوفيها بالدراسات هي بتعطي كتير طلة للسيدة اللي لابسة السيران لأنه السيران كمان مثل ما كنا عم نقول بده جسم وبده يكون السيدة تعرف تمشي مع الفستان لأنه تتكون لابسة فستان سيران صعب تتصرف فيه منه مثل فستان الفلو أو الشيء كتير هين وبلاس عم نحكي عن هون الفستان اللي هو الكات تبعه بتشوفيه مفتوح بس بذات الوقت هو مسكر التسكير اللي فيه دانتال من عملها مواد لتصير جلوي يعني بتحسيها عم بتلمع وحتى الظهر اذا في صوره للظهر او ظهر ظهر هو ستريت كمان بينزل مفتوح وفيه تران كمان من ورا من التور يعني جامع هالفستان السكسينس بذات الوقت كثير كلاسي يا إيرز عن جد أنا the best dress لقيته بالكولكشن رح نختم بالكولكشن رح نختم مع الدرس الودينج دريس قبل ما ننتقل على شيء تاني الودينج دريس اللي أنت عامله كمان بيشبه your collection يعني الشغل اللي عامله من فوق بالأوبر it's very delicate ما بعرف إذا أنت you want to say something أنا كتير استعملت الورد هالكولكشن بكذا دريس لأنه الورد شغلة هلا درجة instead of الشاك كتير والقصص اللي كان قبل نستعملها فالودينج دريس هو أول شيء بيور وايت ابيض منه اوف وايت معمول من التول وكل ما الصدر والطنوره لتحت حتى بيوصل الورد هلا الورد في عليه شويه شاك اكيد لنعطي شويه جلوي يعني للدرس بس منه يعني الورد هو الطاغي على الفستان سو نحن بهي الطريقة عم نكون عم شفنا كل الناين دريسز تبع الكلاود ناين كولكشن اكيد المشاهدين اذا بدهم يكونوا عم بيشوفوا هو الكولكشن واللي قبله وان شاء الله اللي جايين فيهم على فيسبوك بيج تبع جون ساغ زكريا وعلى الانستا اكونت كمان يكونوا عم يعملوا لك فولو تيشوفوا شغلك نحن بيز على كل شيء شفناه بالكولكشن تبعك رح نحكي عن الاسيمتريك بالانس لانه انت هذا شيء كثير اشتغلت فيه بيور دريسز ومن القليل يلي قدروا يشتغلوا الاسيمتريك بهالطريقة سو رح نكون عم نفرجي نحن للمشاهدين انا وياك ست طرق كيف نكون عم نلبس الاسيمتريك بطريقه اذا بدك بخيط ابورتي اذا اوت كوتير بيحكوا اذا بخيط ابورتي رح نفرجي ست طرق اذا بدك تبينوا بالفاشن شو تبع السبرينغ سمر 2015 اورايت رح نبلش باول طريقه كيف نلبس الاسيمتريك اول طريقه فور داي لوك هي انه نكون عم نلبس بهالطريقه مثل ما هلا عم شوفوا المشاهدين تكون كثير ايزي وتكون كثير بريزي يعني نحسها انه فيري لايت مثل ما كنت عم تقولي انت قبل ما اطلع الهواء انه بتحسي انه فيري لايت البنت هي ولابسه خاصه بالنهارات يعني ما فيها تكون لابسه شيء كثير اكستريم يعني وخاصه بالتياب اللي بدها تقضي فيهم نهارها فبده يكون شيء كثير مريحه بذات الوقت تكون شوي ظهرت من البوكس اللي نحن معودين فيها صح تاني ترند رح نكون عم نحكي عنها هي add an edge اذا انا بدي الاسيمتريكال بالانس اكون عم بعطيها انه اوكي اسيمتريك اوتفيت بس انا بدي زيد لاير مع انه هي الاسيمتريك اوريدي ديجا شيء ديجا غير ديجا شيء ديجا شيء بنقف العالم انت اكثر واحد بتعرف بس هون if I wanna add an edge فيه البسها انا بطريقه الماتيريال يعني انت كنت عم تشتغل بالكولكشن تبعك الماتيريال تبعك ببين انه اوت كوتير معروفه انه انا عم بعمل فساتين او لسهرات او للعرس اخر شيء بس ببين انه انا عم بشتغل اوت كوتير بس بالبريتا بورتي انا فيه اسيمتريك البسه بجلد مثلا مزبوط. او كنا عم بلبسه بالصوره اللي بعدها رح يشوفوها المشاهدين كنا عم بلبسه كمان مع بوت كنا عم بلبسه كثير
بطريقه روك اند رول. هي كمان حتى مع الاوتفيت كل شيء بنزيده من الشوز الاكسسوارز امرار بيزيدوا الاسيمتريه اللي نحن بنكون بدنا نبينها بالدرس، مش ضروري بس بالقطعه اللي نحن لابسينها، امرار بالبوتس بيكون في شيء كتير اكستريم بالبوتس او بالاكسسوار اللي نحن منقيين، امرار بالشعر اللي بدنا نعمله بالميك اب، امرار يعني كل شيء زايد بين كل شيء بتحسي اول لفته بنقذ العالم فينا نحطه بالاسيمتري تبع اللوك تبع صح. انت هلا انت عم تقول بالشعر ذكرت انه في كتير ناس كمان بالريد كاربت بصيروا يعملوا كوافير تكون رايحه من ميله واحده بصير اسيمتريك كمان شعراتها، سو بصيروا نقوا مثلا زهره حد ديجونال هيك تشيب ديجونال هيك، سو معك حق انه بتزيد حتى الشعر بيزيدوا للاسيمتريك. اوكي رح ننتقل لثالث طريقه كيف نلبس الاسيمتريك اللي هي جوينج سبورتي انا مسميتها، انه فينا نجي نحن بالكواليتي تبع الماتيريال اجان تبع تيبنا يكونوا كوتون يكونوا بطريقه كثير سبار، نعرف انه هيدا الشيء لوك سوبر سبار، ما لازم تكون انا ضروري اكون دافعه $5,000 بس البس اسيمتريك، فيي البسهم اون ا ديلي بيسس بطريقه مثل الصور اللي عم شوفوها هلا كثير كول وكثير التياب بيجي واسع فوالا فوالا، وبيجوا التياب واسعين بيجوا قماشتهم بتحس انه ناتشورال كثير بتحس انه عادي في البسها وروح على السوبر ماركت اشوي فيها تكون انه كثير سمبل. هيدي ثالث طريقه هاو تو وير اسيمتريك. ننتقل للرابعة، رابع طريقة هي جلامور. جلامور انت قادرة تقلي بالجلامور. ايه هلا هي الجلامور اكتر شوي اذا بدك بريتا بورتي على هوت كوتير، يعني هي اللي بينلبسوا على الايفنتات يعني مش بنهارات، يعني ايفنت اللي هو ما بده شغل كتير هوت كوتير بذات الوقت ما بده شغل سبور. فينا بهيدا الايفنت كنا عم نلبس دراس اسيمتري. هون بالصوره شايفين هون فين يلبسوا كمان، انا حاطه تيشوفوا انه فينا نزيد لون وفينا نزيد ذا جرافيك برينت، يعني اذا انا بجي دريس اوريدي اسيمتريك وفيه برينت بصير عم بقول لك جلامور بعد اكثر بطلت على الخفيف هي لانه وقت تكون برينتد القماشه هي لحالها بتكون شغله تلفت للنظر صح. فبعد تعمليها اسيمتري بتصير كثير بتصير خلص على الاخر. اوكي رح ننتقل على خامس طريقه هاو تو وير اسيمتريك، بينت كثير بالفاشن شوز اللي هي الوايت اسيمتريك لوك التوتال لوك الابيض. دونك بهالطريقه يو وير اسيمتريك بنفس الوقت يور سوبر كلاسي، ما في فوبا ما فيك تغلط بشيء لانه اخر شيء يور توتال لوك ان وايت. ما بعرف انت واتس يور بوينت اوف فيو اباوت وايت، لانه انا اتس ماي فيفرت كولر كنت عم بقول له لا كمان انا كثير بحبه، يعني هن الابيض والاسود هن اللونين اللي كثير بيزكس يلي هن ما فينا نطلع منهم ما فينا نستغنى عنهم، لانه الابيض ما فيك تقول مثلا في بشره ما بتلبق لها الابيض، كل انواع البشرات بتلبق لها الابيض ايفن البيض يعني عرفتي، وهو ماشي كثير كثير حلوه على اللبس بذات الوقت كثير صعب تشتغلي فيها مثل الاسود. بس انفو انا عمل فيها دراس حلو عن جد بيطلع كثير حلو على الجسم لانه اللون الابيض عن جد ما بيعطي انت لحالك صح 100% معك حق. رح نختم باخر ترند اللي هي السكسي اسيمتريك لوك، كيف البس انا الاسيمتريك الشيبس بسكسينس، في انا اكون بطريقه انه يكون عندي كثير عالي من مثلا ميلة على اجري كثير عالي دراس ميلة اطول دونك ات سكسي لانه بيكون سوبر شورت من ميلة، في اكون انا عم البسها سكسي اذا ستريتش سكيرت وكمان اسيمتريك سو كل ما انا اتحرك اتس فيري سكسي لانه عد الجسم، وفي انا كمان كنا عم نحكي كمان انا وياك في يكون في ترانسبيرنسي بالدراس الاسيمتريك، وهذا هلا الشغل اللي كثير دارجه يعني كثير دارجه هلا الترانسبيرنسي بالدراسات بالجمب سوت حتى بالهوت كوتير عندنا كثير كثير شغله صارت دارجه ومعروفه. بتزيد سكسينس بذات الوقت فيها كمان تزيد كلاسي لانه امرار اذا كان الفستان سكسي مش معناتها لازم يكون مبتذل عرفتي، في امرار يكون سكسي بذات الوقت يضل كثير كلاسي ويضل عاطي الشيب اللي لازم يعطيها للسيده اللي لبسته صح 100%. ميرسي كثير جان شارل، ميرسي واز فيري انترستينج وحبيت كثير انه عم نعمل كنا هالاوفر فيو على الكلاود 9 كولكشن تبعك، ولكل المشاهدين فيكم عم تشوفوا شغلك على فيسبوك على انستا اكيد. ثانك يو اجان، ميرسي لك. انا بشوفكم مشاهدينا تنين الجاي، ميرسي. مشاهدينا ومش بس كولكشن اون كلاود 9، نحن دائما وقت نكون عم نحضر صباح لبنان لنقدم لكم احلى الموضوعات بنكون اون كلاود 9، وهذا اللي بنعدكم فيه بشهر رمضان المبارك. انا بختم الحلقه لليوم، بشكر متابعتكم، لقاء بيتجدد اكيد مثل العاده ما في مهرب منا كل يوم الساعه 9 الصبح اللقاء، انا برجع بلتقى فيكم ابتداء من نهار الخميس مع حلول شهر رمضان المبارك، تترافقوا معي يوميا ضمن صباح لبنان وضمن ألف خبرية وخبرية ضيوف جوائز
اتصالات وايضا جوائز خاصه خلال هالشهر الفضيل. فانطروا صباح لبنان بحله رمضان. وساره اكيد رح نشوفك نحن بخلال رمضان كمان نحكي عن ترندز برمضان حتى على الافطارات، كيف الواحد في يغير لوك، في كمان يطلع، لانه التغيير بيصير مش بس من الخارج انما الاهم انه يصير كمان تغيير من الداخل. وتانكيو على سيجمنت يلي more than amazing اليوم. مرسي نلتقي فيك next week نحن عن الله راد. مشاهدينا صباح لبنان كل يوم من 9 ل 11 ونص، لقائنا بيتجدد بكرة بصبحية جديدة. بشكر متابعتكم وما تنسوا عبالكم تغيروا شيء بحياتكم، أكيد بعد في وقت. إلى اللقاء.